هنيجي نمركين عندنا البارس الليمفاتيك نيرفس سيستم. اللي هو ريست اند دايجست. يعني انا قاعد مرتاح على السرير، اكلت، هبتدي بقى الاكل بتاعي، شوف هيحصل ايه، قاعد مرتاح، هادي، دماغي ما فيهاش اي حاجه شغلاها، الدنيا كلها زي الفل، ايه اللي هيحصل؟ احنا قلنا النيورونز بتاعتك كلها طالعه منين؟ كرينيال سيكل كرينيال 3 7 9 10 وسيكل 2 3 4 تمام؟ تعالوا ناخد الايفكت بتاع كل واحده فرص المفاتيح في السيستم بيعمل لي ايه في وقت الراحه تمام؟ هنبتدي الاول بالكرينيال نيرف نمره 3 اللي هو اوكيولو مود ده بتاع الاي. هيعمل ايه على الاي؟ فاكرين الدايركت كيبلي مصر بتاعتي بتاعت السيمباثيك نيرفس سيستم اللي هي كانت بتوسع لي البيوبل، انا دلوقتي قاعد مرتاح مفيش حد عايز يراقب عينيا ولا حاطه ولا كده، فهيحصل موتور لمصر اسمها سفنكتر كيبلي. مصر دي هتضيق البيوبل بتاعي، فانا مش محتاج يعني ان انا ابص كويس ولا هتحصل حاجه اسمها مايوسس. تمام؟ بيوبل كونستراكشن بيوبل بتاعي بي دي مش محتاجه دلوقتي. تمام؟ حاجه كمان موتور السيليا دي مصر المفروض اخد الكلام ده بالتفصيل في السبيشال سنس، بس يعني هنقول انت كده صغيره عنه دي اللينس بتاعتي. تمام؟ في العين دلوقتي الجمهور جاي عليها كده وبينعكس وبيخش في العين. طيب انا وانا قاعد مرتاح وماسك كتاب وبقراه محتاج ان انا ابقى عينيا شايفه وباصه جاي، محتاج ان انا اقرا الحروف كويس يبقى في دقه. تمام؟ فهيحصل كونتراكشن للسيليري مصر دي هتزود الكونتكست بتاعت سوري الكونتراكت بتاعت اللينس بتاعت الاي فهتبقى كده. طب هي كانت كده وسعت شويه فبيسموها اكوموديشن فور نير فيجن، يعني ابص. تمام؟ ابص كويس قوي للحاجات القريبه من عينيا. تمام؟ هتعرفوا بعد كده ان شاء الله في سبيشال سينس ان دول بيحصلوا مع بعض معاهم حاجه ثالثه كمان اللي هي كونفرجن ايز عشان ابتدي ابص للحاجات القريبه. هعلم النور اللي داخل عينيا عشان ما يبقاش في اي ديستربنس ياثر عليا عن طريق سبيشال بيبل، وهزود الكواليتي بتاع اللينس بتاعتي عشان اعمل كونفرجن كونفرجن، وهيحصل كونفرجن ايز يعني يقربوا من بعض كده علشان اقدر اشوف كويس الحاجات القريبه. تمام؟ كده كان كبير موتور. طب الفيشيال النيرف بتاع الفيس بتاع وشي هيعمل ايه؟ سكريتوري لادفاز دايليتيشن لاكريما جلاند. يعني ايه؟ يعني انا كنت بقول في الاول ان انا مش عايز ان انا مش محتاج دموع في عينيا عشان ما تعطيش عن ان انا اشوف او ان انا اعرف اتعالج، بس انا دلوقتي قاعد مرتاح عايز حاجه بتلسع عينيا عشان ما تبقاش ناشفه، يبقى هيحصل سكريشن وبازو دايليتيشن لاكريما جلاند فبتدي عينيا تبقى مرطبه شويه فيبقى في حاجه بتغسلها. تمام؟ سكريتوري وبازو دايليتور للبلاد فيسلز بتاعت نيزو فارنجيال جلاند سوفت بالت. بمعنى نفس الكلام اللي كان على لاكريما جلاند الموجود في نيزو فارنجيال، انا وانا بتعالج هل كنت محتاج اقيس في شفه مناخير او بوكي تعوقني عن ان اعرف اتعالج واضرب برضه؟ لا، بس وانا قاعد محتاج بقى حاجه تنظف مناخيري، محتاج حاجه تنظف بوقي من اي تراب من اي حاجه الى اخره يعني. فالجلانز الموجوده في النيزو فارنجيال وفي السوفت بقى هتشتغل وتطلع السكيشن بتاعتها علشان تنظف لي المكان ده كويس. تمام؟ حاجه ثانيه بعد كده سكريتوري برضو زي الفازو دايليتور الاثنين سليبري جلاند اللي هم سابلينجوال موجوده تحت الدم وسب ماكسيلاري موجوده تحت المكسيلا. هبتدي يطلع سلايفا لان انا قاعد مرتاح وباكل وعايز انضغ الاكل كويس وعايز
حاجه فازو دايليتيشن للانتيريور تو ثيرد من الدنك. تمام، تعرفوا بعد كده سبيشال سيلز ان الدنك ليها دبل ليفل سبلاي من الفيشيال والكروس فرنجيا، تو ثيرد في قدام موجودين من الفيشيال عشان اعرف اقول اكل طبعا. تمام كده خلصنا بالموتور، خلصنا فيشيال. عندي بعد كده نمره 9 اللي هو جلوسو فرنجيا. النص فرنجيال هيعمل لي حاجه قريبه بالظبط من الفيشيا، هناخد اخر اثنين فانكشنز سكريتوري وفازو دايليتور لتاني سليفري جلاند كانت عندي اللي هي باروتيد موجوده هنا عند الخد. تمام، فازو دايليتور كمان للبلاد فيسل بتاعت البوستيريور ثيرد اوف ذا تانج عشان اعرف اصلها من تحت كمان وانا بطلعها مش من جوه بس. تمام، اللي فات ده بقى كان حاجه والنرف اللي جاي ده حاجه تانية خالص، ولا رجع ولا في الاكل ولا في الشرب. الفيجاس، الفيجاس ده هو 75% من الباراسيمباتيك نيرف سيستم بيعتمد على كمية ليفل نمبر 10 اللي هو الفيجاس. الفيجاس ده الافكت بتاعه بيشتغل رغم ان هو كرينيال نيرف منطلع من البرين ستيم، لكن هتلاقي الافكت بتاعه موجود في الهارت، موجود في اللنج، موجود في الجي اي تي. تمام؟ على الهارت هيعمل ايه؟ هيعمل عكس تماما اللي كان السيمباتيك نيرف سيستم بيعمله، هيقلل الهارت ريت. وده شغال وانا قاعد في الريست. على عكس السيمباتيك تون، السيمباتيك تون هي اللي كانت واخده الابر هاند وانا مريح. ما عدا في الهارت ريت، لا الهارت ريت في حاجه بتقلل لي الهارت ريت وانا قاعد اللي هو مين؟ الفيكس. تمام؟ هيقلل الهارت ريت، هيقلل الكونتراكتيفيتي بس مش هيعرف يعملها لان السيمباتيك نيرف سيستم هيعملها. هيقلل الاكسايتابيلتي والريتمس بتاع الهارت بس السيمباتيك نيرف سيستم هيمسح كل ده. الهارت ريت بس هي اللي بتبان. كونتراكتيفيتي ما بتقلش لان الفيجاس مش بيسبلاي بنت. لو اذا كان الهارت كويس هتلاقي السيمباتيك الفيجاس كان بيقف عند الاي في نوت مش بيسبلاي بنت تحت فبيحميه من اي خروج الفيجاس. تمام؟ يبقى الفيجاس بتاعه على الهارت في الاخر خالص وانا قاعد مستريح هو تقليل الهارت ريت. ايه تاني على الهارت؟ احنا كنا قلنا هناك فازو دايليتيشن للكورونا ده تاني حاجه فازو كونستراكشن. انا مش محتاج دلوقتي الهارت يشتغل الهارت كتير يخليه يكونتراكت احسن انا قاعد مرتاح ومش محتاج الهارت بتاعي قوي دلوقتي يعني. تمام؟ على اللنج هيعمل ايه؟ هناك كان بيعمل برونكو دايليتيشن، هنا هيعمل ايه؟ برونكو كونستراكشن. انا مش بنهج، مش محتاج نفس كتير ورا بعض. ممكن يعني اقفل البروفايل بتاعتي شويه. تمام، اكيد يطلع ميوكس ينضفها. يعني ده كان الميوكس هيعمل لي كاسه مش هدخل هوا. هنا لا، انا هطلع ميوكس ينضفها شويه. تمام، وزي ما قلنا احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل بالدور بس هنا، بس هو المفروض ان الدور بس بتزود السكريشن بتاع الميوكس عشان تشتغل احسن عشان تنضف سوري البلانك. تمام، نيجي للجي اي تي هيعمل ايه الفيجاس؟ على الجي اي تي بتاعتي عكس اللي كان بيحصل في السيمباتيك نيرف سيستم بالظبط. احنا قلنا الرسمه بتاعت الجي اي تي من اول الاسوفيجاس لحد ما توصل للاخر خالص كان فيها وول وفيها سفنج. بره السيمباتيك نيرف سيستم هيعمل ايه في الجي اي تي؟ موتور للوول فالاكل هيتحرك اسرع. وانهبيشن للسفنكتر فراك هيعدي من الاسوفيجاس للستومك للانتستين وياخد سكته. تمام؟ لحد فين الكلام ده بيحصل؟ لحد بروكسيمال اوف لارج انتستين. تمام؟ اللارج انتستين بتاعتي لحد النص الاولاني منها هيحصل كل ده. اما النص الثاني مين اللي بيسبلاي؟ السكر اوت فلو اللي هو الجزء الثاني من فرص المفاتيك اللي هنشرحه بعد شويه. تمام، ايه تاني غير الموضوع الموتور للول؟ حاجه كمان سكريشن للجاستيك جوز والاس تي ال اللي هي الانزيمز. انا عايز اكسر بقى اخر نتائج وبواطيل اول هطلع اس تي ال واطلع جاستيك جوز عشان اكسره وابتدي ايه اوزع بقى الاكل في الجسم واخزنه والكلام ده كله. تمام، بانكرياتيك جوز. تمام، بانكرياتيك هيبقى
بعدين السلم. من بيتا سلس كل حاجه ليها علاقه بالميتابوليزم هنا هتبقى شغاله ورا بعض ورا بعض، انا بايت وبرتاح. واخيرا الجول بلادر اللي هي جزء من الجي ار بي، مش مهم نعرف الفانكشن بتاعه، المهم ان احنا نبقى عارفين برضو هنا هيبقى فيه كونتراكشن سموث مصر ريلاكسيشن سبيكتر، هتطلع البايل منها عشان تشارك دورها في الميتابوليزم اللي احنا نعرفه ان شاء الله في موديول الجي اي تي. تمام؟ في حاجه عندي بعد كده السكرال اوتونوميك اوت، احنا خلاص خلصنا الكرينيا 3 و7 و9 و10. نيجي للسكرال بتطلع من 2 و3 و4. النيورون دي بتبقى ماشيه مع الطالعين من السايكل كورد والسباينال كورد، هتبقى ماشيه مع البلد فيسل لحد ما توصل للترمينال جانجلي في الاخر قبل الهوجن بتاعي، الجانجلي اللي كانت موجوده قبل الهوجن على طول. تمام؟ السايكل اوتونوميك او اللي هو بيشتغل في البلدس، احنا خلصنا الاناكل والفرس والابدومين او جي دي. تمام؟ فبقى على البلدس احنا كنا قلنا البروكسيمال باور بتاع درجة تيست لحد بروكسيمال باور كان واخد سبلاي من الفيجاس. دلوقتي ده هناخد بقى سبلاي من البلفيك نيرف اللي هو طالع من 2 و3 و4 اللي هو بيعمل دلوقتي سيمباتيك فانكشن في البلفيس. تمام؟ عشان يعمل ايه برضه؟ هيعمل موتور كونتراكشن الجول ريلاكسيشن للسفنكتر، فهيحصل ديفيكيشن، يبقى اول فانكشن ليه ديفيكيشن. تمام؟ تاني فانكشن طبعا هيروح لليورينال بلادر يعمل نفس الكلام. يورينيشن عن طريق ان هو كونتراكشن الهول فيطلع اليورين ريلاكسيشن سبيكتر فما يحبسوش. تمام؟ سكريتوري سيمينال فيزيكال زي البروستيت السيمن بتاع الميل بيحصل له جابريشن في السيمباثيك نيرفس سيستم، لكن السكريشن بتاعه هو الجسم نفسه التكوين بتاعه هنعرفه ان شاء الله في الفيديو جدا بالتفصيل، مسؤول عنه البارا سيمباثيك نيرفس سيستم. تمام؟ فازو دايريتيشن اكسترنال جينيتاليا بتاعت الميل والفيميل. تمام؟ عشان كده بنسميه نيرف اوف اريكشن. تمام؟ وده البلاد فيسلز الوحيده اللي الباراسيمباثيك نيرفس سيستم بيروح لها في البلفس بتاعت الجينيتال. تمام؟ يعمل لها فازو دايتيشن فهيحصل الاريكشن بتاع السكشوال اورجنز. تمام؟ في حاجه مهمه بس لازم نعرفها، احنا اتكلمنا عن كل سفنكترز 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 يعني سفنكترز كذا. احنا قلنا زي صمام او بوابه او بيبيولي او بيبيس. تمام؟ السفنكتر ده معمول في حتتين، حته انترنال حته اكسترنال. الترم دي جايلها اوتونوميك ريف سبلاي، ما بتتحكمش فيه نهائيا. تمام؟ اكسترنال لا دي سوماتيك، السكريبت المصري دي انت اللي بتتحكم فيها، عشان كده انت ما زال طول ما انت النيرفز بتاعتك سليمه وكويسه. تمام؟ ما زلت انت ليك قدره انك تتحكم في الفيكيشن والديكريشن بتاعك حتى لو كان الاوتونوميك ريف سيستم بتاعك عامل بلاسوب الفيكيشن والانترنال سبيك، لسه الاكسترنال انت اللي قادر تتحكم فيه. لا قدر الله لا سمح الله الناس اللي بتكبر في السن بيحصل لها مشاكل في النيرفس وكده ما بقاش عندها كنترول على الفيزيس ولا على اليورين بتاعها بسبب مشكله في الاكسترنال سفنكتر. تمام؟ ده بس اللي هو بتاع الاكسترنال يعني ايه؟ اكسترنال اكسترنال سفنكتر. حاجه بقى في الاخر مش محتاج نتكلم نجربها كده مع بعض، ايه الفانكشن بتاعة الباراسيمباثيك نيرفس سيستم ان جنرال؟ باراسيمباثيك نيرفس سيستم ده بتاع حاجات الفانكشنز اللي بتحصل يوم بعد يوم في الجسم او يوم ورا يوم، يعني بتتكرر معايا كل يوم. زي ايه؟ زي مثلا الدايجيشن والابزوربشن فود، انا باكل كل يوم الاكل بتاعي بيبتدي يطلع من الجي اي تي ويوصل للجسم كله. مين اللي بيعمل كده؟ باراسيمباثيك نيرفس سيستم، هو اللي بيقول الجي اي تي يعمل كده، هو اللي بيخليها تطلع الجاستريك سكريشن، هو اللي بيخليها تريح السيكتر في اسيدفيكيشن وريتريشن. تمام؟ عشان كده بنسميه الانابوليك نيرفس سيستم. يعني ايه انابوليك؟ يعني ببني، يعني ببتدي اشوف النواتج المتبرزه بتاعتي هستفيد منها في الجسم ازاي واوصل كل حاجه سيكتر، على عكس الكاتابوليك اللي هو السيمباثيك نيرفس سيستم. الكاتابوليك بيكسر
الانرجي اللي عندي الاسطول اللي عندي علشان يبتدي يستفيد منه. فرس المفاتيح النيرفس سيستم بعد ما بخلص العركه بتاعتي بيبتدي يصلح جسمي ويبتدي يرجع كل حاجه لحالتها الطبيعيه، ويبتدي عن طريق ان هو يستفيد من الميتابوليزم وان هو يرجع الستورز بتاعت الجسم اللي انا استهلكتها. تمام؟ النقطه كنا قلناها في النص وعايزين نعيدها، ان يعني ايه الفرس النيرفس سيستم لوكالايز ولسه المفاتيح جنرالايز يعني ايه؟ فاكرين الرسمه بتاعت الديستريبيوشن لما قلنا ان عند الاوتونوميك جانبي هيبتدي يطلع عندنا نيورونز كتيره من السمباثيك نيورون تروح للاورجنز المختلفه، انما في الفرس المفاتيح مفيش موضوع ديستريبيوشن ده، ده كل نيورون رايح لوحده. يعني ايه؟ يعني الفانكشن بتاعت الفرس المفاتيح نيرفس سيستم مش لازم كلها تحصل مع بعض. بمعنى ممكن ممكن لما الهارت ريت بتاعي يزيد ويبتدي الفرس المفاتيح نيرفس سيستم يحاول يهاجمه، ده مش معناه ان السيلف ريسبكتيشن بتاعي هيزيد، ولا معناه ان انا راح يحصل انفكيشن ولا يورينيشن. تمام؟ الانفكيشن ملوش علاقه مثلا بتقليل الهارت ريت، ده حاجه ثانيه خالص. لكن بيقول لك ان تقريبا بيبقى في اسوسيشن ما بين فانكشنز معينه زي الانفكيشن والانفكيشن بيجوا مع بعض وكل واحده فيهم ديستريبيوت الثانيه. تمام؟ زي مثلا السكريشن بتاعت الماوث لما تطلع في نفس الوقت مع السكريشن بتاعت الجي اي تي وانا باكل عشان تبتدي تكسر الاكل اللي انا هاكله. ففي فانكشنز بتبقى شغاله مع بعض في الفرس المفاتيح سيستم، وفي فانكشنز ثانيه مستقله عن بعض على عكس السمفاتيك نيرفس سيستم اللي غالبا بيشتغل مع بعض. الوقت بتاعي بيزيد في نفس الوقت اللي انا بحس فيه ان لساني لازق في قعر بوقي، في نفس الوقت اللي انا عرقان فيه ومتوتر، في نفس الوقت اللي انا مخي عمال يزيد البلاد سبلاي دي والهارت يزيد البلاد سبلاي دي. ده اللي هشرحه النهارده وان شاء الله نكمل يوم السبت. ان انا اتكلم عن الفسيولوجي اوف سنترال نيرفس سيستم. المفروض ان احنا خدنا الموديول قلنا في الاول ان في جزء انتدكشن كده في الاول عباره عن ايه ملخص للموديول، واحنا مش محتاجين ان احنا نبقى عارفين او يجي في اسئله، بس انا هشرح منه جزء بسيط وبعد ما نخلص ان شاء الله في الاخر خالص هنتكلم نرجع نتكلم عن الانتدكشن ونشوف لو كنا موقعين ان احنا عملنا. في الاول عايزين نعرف ان الجسم عنده تو كنترول سيستم. يعني ايه تو كنترول سيستم؟ يعني انا صحيت النهارده الصبح عندي مشكله في البلاد فيسلز بتاعتي مثلا فلوس كليروسس عشان تخين شويه فضغط عالي، فالجسم بتاعي لما ياخد ادويه هيبتدي يحاول يحل المشكله دي ازاي؟ عن طريق تو سيستمز نيرفس و اندوكراين. اندوكراين ده مالناش دعوه بيه دلوقتي، ده احنا ان شاء الله في سنه ثالثه، بس هو لازم نبقى عارفين ان الاندوكراين بيشتغل ابطا من النيرفس سيستم، يعني على المدى البعيد تبتدي الهرمونات في جسمي تبتدي تظبط لي الضغط، لكن النيرفس سيستم ده يشتغل في ساعتها على طول، اول ما يحس ان في اي حاجه غلط في جسمي يبتدي يشتغل. بيشتغل ازاي؟ بيشتغل عن طريق في كومبوننت. لو اعتبرنا ان ده البرين، ده الكومبوننت ده. ده سنسوري عليكم السلام ده سنسوري يعني ايه؟ يعني انا قاعد فمسكت الكوبايه بايدي سخنه فهيجي نيرف طالع من السكين بتاعتي يقول للبرين يا برين الحقني ان انا في حاجه سخنه ماسكه في ايدي عن طريق سنسوري حاجه بتحس. بعد كده هيجي البرين هيعمل انتجريشن. يعني ايه انتجريشن؟ يعني يحول السنسوري انبوت ده لموتور اوتبوت، يعني حركه. تمام؟ فالموتور اوتبوت اللي طالع دوت هيروح للايدي يسحبها مثلا من المكان اللي فيه سخونيه. تمام؟ عرفت كده النيرفس سيستم شغال ازاي بشكل عام الريفلكسز بتاعه؟ تمام. طيب لو عايزين نقسمه فانكشنال كده النيرفس سيستم عموما مش السنترال نيرفس سيستم، النيرفس سيستم ممكن يتقسم سنترال نيرفس سيستم و بريفرال نيرفس سيستم. تمام؟ السنترال نيرفس سيستم ده عباره عن البرين والسباينال كورد. البريفرال نيرفس سيستم عباره عن النيرفز اللي طالعه من السباينال كورد. ممكن ارجع اقسم كمان البريفرال نيرفس سيستم لحاجتين. اوتونوميك وسوماتيك. اوتونوميك ده هو شغال لوحده طول ما انا قاعد بيبتدي يحس اي تغيير داخلي في جسمي ويحاول يتحكم فيه لوحده من غير ما انا اعمل اي حاجه،
وسوماتيك ده اللي بيتحكم في سكيلت المصلز بتاعتي علشان يحرك عضلة، يحرك ايدي، يحرك رجلي، اجري وهكذا. دلوقتي انا عندي ثلاث انواع من النيورونز بشرك، يعني ايه نيورون اساسا؟ وخدنا في سنه اولى في الهيستولوجي ان كل نيرف طالع من سباينال كورد عباره عن باندل، حزمه من النيورونز. يعني ايه نيورونز؟ يعني شعرايه كده صغيره بتمشي فيها النيورال سيجنالز علشان توصل للتارجت اورجن وتتحكم في اللي انا محتاج او تعمل اللي انا عايزه يعني. تمام؟ طيب ايه انواع النيورونز اللي عندي؟ يعني النيرف ده نفسه بيبقى ماشي فيه كام نوع من النيورون، او في برين عندي في كام نوع من النيورون وهكذا. عندي نمره واحد سنسور، اكيد زي ما قلنا من شويه ده اللي بيحس باي تغيير في الجسم سواء من بره او من جوه ويبعت للبرين. عندي في البرين موجود انتر نيورونز، الانتر نيورونز دي هي اللي بتبتدي تترجم السنسوري انبوت للموتور اوتبوت علشان تكون استجابه من الجسم. يبقى الاستجابه هتروح ازاي؟ عن طريق موتور نيورونز، بعد كده التارجت. تمام؟ اخر حاجه عايزين نعرفها من الانتروداكشن وبعد كده نبتدي ان شاء الله في الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هي ريفلكس. يعني ايه ريفلكس ارك؟ اللي هو الدايره بتاعت الريفلكس كول. يعني ايه ريفلكس سيستم؟ ريفلكس ده الطريقه اللي بيتم بيها اداره النيرفس سيستم في جسمك. ده بنفيشن افكت كده بيحصل بسبب اي تغيير جوه الجسم بيبقى رد فعل الجسم عليه ازاي؟ بيبقى عن طريق خمس خطوات او خمس فايف كومبوننتس موجودين في دايره مع بعض. اول حاجه ريسبتور. تمام؟ اللي هو مثلا زي ايه؟ زي ما قلنا من شويه لما باجي امسك حاجه سخنه، ريسبتور ده هيبقى في السكن بتاعتي. تمام؟ طالع منه سنسوري نيورون. وده تمام؟ سيبنا بقى من الجرانتري ونشتغل على الاول عايزين نشوف
ريفلكس. ريسبتور، طبيعي ان الريسبتور في السوماتيك نيرفس سيستم نفس الحدوته اللي انا لسه حكيها من شويه هيبقى موجود على السكين. هنا ممكن اعملها بجدول احسن. ده السوماتيك نيرفس سيستم وده الاوتونوميك نيرفس سيستم. الريسبتور زي ما قلنا في السوماتيك نيرفس سيستم الحدوته اللي لسه حكيناها من شويه الريسبتور اللي موجود فيه السكين. تمام، حلو قوي. في الاوتونوميك نيرفس سيستم الريسبتور بتاعي بيبقى موجود على الاورجن نفسه. يعني احنا لو خدنا السوماتيك نيرفس سيستم المثال بتاعه بتاع السكين والحاجه السخنه ممكن ناخد الاوتونوميك نيرفس سيستم المثال بتاعه الجسم وهو بيحاول يظبط البلد بريشر. تمام؟ فالاورجن نفسه اللي هي مثلا هتبقى بلد فيسلز بتحسب تحس الاكستنشن اوفر اكستنشن فبتبعت الافرنت الافرنت ليست او الافرنت الريسبتور نفسه بيبقى موجود على الاورجن نفسه في الاوتونوميك نيرفس سيستم. الافرنت في الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض عباره عن افرنت نيورون طالع من الريسبتور رايح للسنترال نيرفس سيستم عشان يقول له الحقني في حاجه بتتغير في الجسم. نيجي للسنتر. حد شاف هيستولوجي ولا بس؟ طيب بصوا بس ثانية لو احنا كده قطعنا في السبايدر كورد عشان انا ممكن ده يبقى شوية اعتبروا ان ده قطع كده في السبايدر كورد معلش. تمام، السنتر بتاع السوماتيك ريفلكسز حاجة اسمها انتيريور نيورون سنتر. تمام، انتيريور كده او مجموعة من النيورونز موجودة انتيريور. اما السنتر بتاع الاوتونوميك ريفلكس موجود في اللاترال هو بس اعرفوا اساميها دلوقتي ولما تاخدوا ان شاء الله باستولوجي هتعرفوا دلوقتي. يبقى السنتر اللي هو بيتم فيه الترجمه والتحويل من السنسري موتور في الـ في الـ في السنترال في السوماتيك نيرفس سيستم موجود في الانتيريور بون سيل. اما في الاوتونوميك نيرفس سيستم موجود في اللاترال هور سيل. تمام؟ احنا اتفقنا ان السنتر لازم يكون في سنتر نيرفس سيستم يعني البرين سبايرال كل الريفلكسز ماشيه. طيب نيجي للافرنت. هنا الاختلاف يعني الواضح جدا ما بين الاثنين ان الافرنت بتاع السوماتيك نيرفس سيستم عباره عن نيرف طالع كده من السبايرال كورد. ده سبايرال كورد طالع نيرف او ماشي لحد المصل. تمام، عشان يحركه طالع دايركت مفيش اي حاجه في السكه بتوقفه. انما في الاوتونوميك نيرفس سيستم وده مهم جدا ده مفتاح الفارماكولوجي كمان في حاجه عامله في النص القطع. يعني حاجه اسمها اوتونوميك انجل. يعني ايه اوتونوميك انجل؟ يعني انا النيرف طالع من عندي من هنا من السباينال كورد او من الكرينيال نيرف زي ما هناخد بعد شويه. النيرف هيطلع هيقف في السكه في محطه اسمها جانجيا. الجانجيا دي هتبتدي ان هي تشوف هل انا محتاج فعلا الريفلكس ده؟ هل انا محتاج ازوده؟ هل لسه فعلا الضغط محتاج يتظبط؟ ولا ابتدي اقلل النيورو ترانسميشن من هنا؟ زي ما يكون مطار بيعلى وبيوقع على حسب الجسم محتاج ايه. تمام؟ هناخد بالظبط شويه الجانجل شغاله ازاي بس لازم تبقى عارف ان في الاوتونوميك نيرفس سيستم في حاجه لازم توقفها في النص. في حد بيدبل تشيك عليه ويشوف هل هو فعلا بيعمل اللي انا محتاجه ولا لا. خامس حاجه واخر حاجه نقارن بينهم اللي هو الافكتور. هنا الافكتور في السوماتيك نيرفس سيستم اكيد سكه المصل. اما في الاوتونوميك نيرفس سيستم فهتلاقيه سموث مصل. اللي هي نيفرون او كاردياك مصر. تمام، في مصر دي طبعا هتلاقوها في المور بتاع الاورجنز الجلاند وبلاد فيسل. تمام، اوسع بلاد فيسل اضيقه وازود سكشن من جلاند اقلله وهكذا. تمام كده المقارنه اللي في الاول ما بين الاوتونوميك والسوماتيك نيرفس سيستم. نوقف بقى كلام عن السوماتيك شويه ونتكلم عن الاوتونوميك بتفاصيله ان شاء الله. اوتونوميك نيرفس سيستم. تمام؟ عايز حاجه اقسمه فين؟ تو سيسترز بس نسينا متقسمه دي دقايق هقسمها تقسيمه هنعرفها وهننساها. تمام، بس محتاجين نعرفها في الاول وبعد كده هنرجع اقول لكم ايه الدنيا. تقسيمه
التقسيمه اللي عباره عن ثلاثه دي انا تومي كان تمام جرينيا فروت دمبل سكر تمام. انتوا طبعا عارفين ان عندي في الهيد في حاجه اسمها بيرسكال في اخر الهيد من تحت عرفات بسيطه ليه ولا لا، بس البنستان ده متقسم لثلاث حتت بعد البرين اللي هو بيكمل بعد السباينال كورد اللي هي الميد برين والبونز والميدل تمام. طالع منهم كرينيال نيرفز اللي هي بتديني الفانكشنز بتاعت الفيس، وحاطين شويه فانكشنز كمان في الحاكم في شويه حاجات في الثوركس تمام. ال 12 كرينيال نيرف دول في منهم اربعه بعتبرهم ليهم كمان اوتونوميك فانكشن، يعني ليهم فانكشن كمان في التحكم في البادي فانكشنز انفولنتري من غير ما احس تمام. المفروض ان سنه بتاع الحرب الكبرى 1973 هم نمره 3 نمره 7 نمره 9 ونمره 10 مش نمره 1 تمام. اللي هم ايه؟ وبيور موتور وفيشيا وبروسوفالنجيا وفيلز تمام. دي الاربعه نيرفز اللي طالعين من البرين ستيم وليهم اوتونوميك فانكشن بالتاثير على الفانكشنز بتاعت الفيس بتاعت الفورس تمام. انا اعرف دلوقتي بيعملوا ايه بالظبط كل واحد فيهم، بس نقسمهم تقسيمه اناتوميكالي بس الاول. خلصنا كده كبير ثراك لامبر. انتوا عارفين ان السباينال كورد متقسم ل سيرفايكال ثراسيك امبر سكر سيجمنتس تمام. كل مجموعه طالعه من هنا مجموعه من نيرفس يمين وشمال تمام. الثراسيك واللامبر سيجمنتس الثراسيك واللامبر اللي هم نمره 2 و3 من على المستوى بتاع تي 1 يعني اول ثراسيك سيجمنت لحد ال 3 طالع لي كمان من النيرفس بتتحكم في الاوتوماتيك نيرفس سيستم وريفلكسز والبادي فانكشن تمام. طلع منين؟ طلع يا ريت انا مسحت بس انا محتاج على المسحتها فاكرين داخل الورزه كانت حجم دي هي دي تمام. دي طالع من الفراكو لامبر او طالع من الفراكو لامبر او واخيرا السايكل الفلو اللي هو في الاخر خالص بتاع السباينال كورد طالع كمان من نمره 2 و3 واربعه سايكل سيجنالز. انا المفروض ان انا عندي فيرتبري ما بين فيرتبري على مدى السباينال كورد وما بين كل فيرتبري والتانيه طالع من عندي نيرف تمام. فالسيجمنت الواحده ما بين فيرتبري وفيرتبري تانيه فالسيجمنت نمره 2 و3 و4 في السايكل بورت اوف سباينال كورد كمان بيطلع لي اوتونوميك اوت تمام. طيب احنا ليه قسمنا التقسيمه الغريبه دي في الاول؟ عشان انا عايز اقول ان نمره 1 ونمره 3 الفانكشنز بتاعتهم قريبه من بعض، يعني دول بيشتغلوا غالبا مع بعض تمام او بيشتغلوا في نفس الوقت، انما نمره 2 ده شغال لوحده في الراكو نمبر اوت فلو ملوش دعوه بالباقي، بالعكس ده اللي هو بيشتغل عكسهم تماما. بنسمي نمره 1 ونمره 3 اللي هو كرينيو سنتر اوت فلو بارا سيمباثيتك نيرفس سيستم، او احفظوا الاسم ده معايا بس عشان يلخص لنا الفانكشنز بتاعته بسرعه ريست اند دايجست تمام. سامي نمره 2 اللي هو ثراك نمبر اوت فلو سيمباثيك نيرفس سيستم او فايت اند فلايت تمام. فاضل نعرف بس ان احنا زي ما قلنا النقطه بتاعت الاوتونوميك جانجليا انا طالع من عندي من الكريا نيرفز او من السبينال كورد رايح للاورجن، الاقي في حاجه في نص المحطه هتوقفني وبعد كده اكمل تاني الاورجن والمحطه دي هنعرف دلوقتي الفانكشن بتاعتها ايه اللي هي الاوتونوميك. يعني ايه اوتونوميك جانجليا؟ دلوقتي انا كان عندي النيورون عباره عن
سيلبر ايه؟ واكسون. الطبيعي في سكيلتال ماسل زي ما خدنا في سنه اولى ان الاكسون بيطلع يدخل عند النيرون موتور اند بليت السكيلتال ماسل ويحرك. لكن انا عندي في الالكترونيك ميتال سيستم لا الوضع مختلف شويه. الاكسون ده هيرجع تاني يعمل سينابس يعني جنكشن تحت مع سيل بودي تاني. سيل بودي تاني ده هو اللي ليه الاكسون اللي رايح لجوجا اللي هيتحكم فيه. تمام؟ مجموعة السيل بوديز دي ان هو ما بقاش سيل بودي واحد ما بقاش نيرون واحد او نبنطين حزمة. مجموعة السيل بوديز دي لما تترصف في بعض في بعض في بعض هيبقى اسمها اوتونوميك جانب. تمام؟ ايه هو الالكترونيك جانب اللي موجود عندك في الالكترونيك نيرفس سيستم؟ فعشان كده ده من الاستثناءات اللي موجوده عندي في
السمباثيك نيرفس سيستم اللي بيحصل باوز دايليشن مش باوز كونستريكشن زي ما بقيه البلد سيستم. تمام؟ اما اللنج هيحصل فيها ايه؟ اولا انهبيشن للسموث ماسل. ليه؟ السموث ماسل بتاع الاسبيراتري سيستم لما تحصل لها كونتراكشن يبقى الكونكايو بروتيوز والايفيولايت هتضيق. بس انا مش عايز ادي، انا عايزها توسع علشان اقدر اخد نفسي بسرعه، فادي اكسجين اكتر، فادي بلاد سبلاي اكتر، فاشغل الاورجنز بانرجي اكتر. يبقى انا محتاج ان انا اريح الاير ويز، خليها مفتوحه، خليها واسعه، خليها تستوعب هواء كتير. يبقى هيحصل انهبيشن للمصر بتاعت البرونكاي والبروكيوز، يعني هي حاجه اسمها برونكو دايليتيشن. ده المفتاح بعد كده لعلاج البرونكيال ازمه، ان انت بتدي حاجه تعمل برونكو دايليتيشن بنفسها، ان هي تستميليت الريسبتورز بتاعت السيمباثيك نيرفس سيستم جوه اللنج او جوه البرونكاي والبروكيوز. بيحصل فازو كونستريكشن كمان للبلاد فيسل بالمونري ارتري اللي رايح للنج، ومش معروف لحد دلوقتي او مش مكتوب عندنا في موديول السي ان اس فايدته، بس اعتقد ان هم كانوا رجعوا عليهم بعد كده في موديول الريسبيراتوري سيستم. تمام؟ ان هو بيحصل سلايت فازو كونستريكشن للبالمونري بلاد فيسلز. قالوا على ما اعتقد في موديول الريسبيراتوري بعد كده انا بعمل ده علشان اقلل السكريشنز اللي في الاير ويز، ما بقاش فيه ميوكس مالي الالفيولاي او مالي البرونكاي سوري، فما يوسع لي البرونكاي يخليها تستوعب هواء. تمام؟ كده خلصنا خلاص الفراس الجسم، النك فراس الجسم. نيجي للابدومين. تمام؟ الابدومين هيطلع البريجانجليونيك نيورونز بتاعتها من لور 7 أو 8 ثراسي زائد ابر لم سيجنس. تمام؟ هيروحوا فين؟ هتفكروا لنا بقى الجري كلها مظبوط. احنا خلصنا لها تفاصيل حاجه اللي في الثورس، هنيجي لما نقول بيرفس هيروحوا للكل لاترال جانجليا اللي هي بعد اللاترال ناحيه الاورجن. تمام؟ من الكولاترال جانجليا هيطلع البوست جانجليونيك فايبرز رايحه للاورجن بتاعتها. هتعمل ايه؟ قبل ما نعرف الفانكشن بتاعتها ممكن نعرف اسامي الاورجنز علشان يسهل لنا معرفه الفانكشنز بتاعتها. عندي سبلين، عندي ليفر، عندي بايل، وعندي ادرينال مدلل، وعندي اكيد بلاد فيسل. تمام؟ تعالوا نبص ايه حته حته. اكيد هيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسل بتاعت الابدومين علشان انا مش في وقت الدايجيشن، انا مش محتاج بلاد رايح الابدومين علشان يكسر الاكل مثلا موجود فيها ويبتدي يطلع يودي كل حاجه للستورج بتاعها. لا انا مش محتاج ده دلوقتي، انا محتاج ان البلاد بتاعي كله يروح للهارت ويروح للسبلتر مصر. يبقى انا هعمل باس بروتكشن للبلاد فيسلز بتاعت الابدومين. هعمل انهبيشن للجي اي تي سموث ماسل في الوول بتاع الجي اي تي، لكن موتور للسفنكتر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي وول بتاع الجي اي تي كده. تمام؟ واخره فيه زي ما نقول حاجز او صمام اللي هو سفنكتر. الاكل بيتحرك ازاي جوه الجي اي تي؟ بالحركه الدوديه. تمام؟ وفي الاخر السفنكتر ده بيفتح فيقوم محرك يوم تطلع الاكل وعديه بعد كده للتست. تمام؟ طيب او سوري بعد ما تستخدمش التستر والبول والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي في وقت العك، هل انا محتاج ان الاكل يفضل يعدي كده ويتوزع والكلام ده كله؟ لا، انا هعمل انهبيشن لدي فما فيش حركه لدي، وهعمل موتور لدي عشان تقفل. السفنكتر لما يبقى شغال قافل، لما يبقى مريح مرخي هيقوم فاتح فما عندي الاكل. تمام؟ تعال نبص بعد كده على الليفر، هيعمل حاجة اسمها لايكو جينو لاتك افكت. يعني ايه؟ يعني انتوا عارفين ان الجلوكوز بتاعي بيبقى متخزن على شكل جلايكوجين في الليفر وفي المصر، فانا محتاج ان انا اكسر الجلايكوجين علشان يطلع منه جلوكوز والجلوكوز يدخل في الجلايكوجين.
الجلايكوليسيس ويطلع لي اي تي بي وانرجي محتاجها في الحركه بتاعتي. يبقى هيروح للليفر يقول له الليفر طلع الجلايكوليسيس اللي عندك وكسره لجلوكوز، والجلوكوز هيديني انرجي. لكن ده هيعمل لي مشكله في العيانين اللي عندهم دايريتس، اللي عندهم نقص في الانسولين. ليه؟ الانسولين اللي هو بيدخل الجلوكوز جوه السنس. طيب افرض ان انا ما عنديش انسولين، يبقى الجلوكوز هيبقى فين؟ في البلاد، في هاي بلاد شوجر. تمام؟ حاجة بعد كده في البايت، احنا ما خدناش ولا الفانكشن بتاع البايت ولا نعرف هي بتاعت ايه اصلا، لسه ان شاء الله هناخدها في الجي اي تي، بس احنا ممكن نكونسيدرت زي الفكره بتاعت الجي اي تي. البايت هي ليها علاقه عموما بالفات ميتابوليزم. تمام؟ وانا مش عايز الميتابوليزم فات خالص وانا بتعالج، انا عايز الفات يفضل واقف على جنب، مش عايز استهلك نفسي في الطاقه بتاعته لحد ما يجي وقت. يبقى برضه هعمل انهبيشن للسموث ماسك بتاعت الوول، وهعمل موتور كونتراكشن للسفنج. تمام؟ هيعمل ريتنشن للبايباي اللي هي علاقه بالعصاره الصفراويه حاجه زي كده. تمام؟ نيجي للسبرين. السبرين ده من البلاد ريزرفوارز اللي عنده. تمام؟ لما هاجي اديله ستيميليشن هيحصل زي ما تقول بيتعصر السبرين، بيحصل له كانه برضه كانه الكبسول بتاعته لما بيحصل لها كونتراكشن بتبتدي تطلع لي بلاد، والبلاد ده مليان ار بي سيز، وانا محتاج ار بي سيز كتير قوي في العرق عشان تشيل الاكسجين بتاعي وتوديه للاورجنز فتدي له انرجي. يبقى في الاسبرين هيحصل ايه؟ هيحصل كونتراكشن للكبسول تطلع لي بلاد. واخيرا سكريتوري للادرينال هدم. ليه؟ الادرينالين هنعرف ازاي ان زي ما كان عندي في البيجن ريونيك تيرمينال بيبقى فيه طالع نيورو ترانسميتر اللي هو اسبايكولين، انا كمان عندي عندي نور ادرينالين بيطلع من البوست جانجليونيك قبل الاورجن. فانا علشان احافظ على اللفه دي كدايره مقفوله طول ما انا بتعالج، يبقى انا محتاج كمان حد يساعدني اللي هو مين؟ ادرينال جراند. تيجي الادرينال بدل ما طلع ادرينالين ونور ادرينالين بيلف في الجسم فيبتدي يشتغل على الريسبتورز اللي على الاورجنز بتاع السمباثيك نيرفس سيستم، فيحافظ لي على الدايره مقفوله لحد ما العركه بتاعتي تخلص. يبقى انا محتاج كمان ان انا اروح الادرينال المدلل او لا تشتغل وتساعدني، بس دي حاجه بتاخد وقت طويل وده بيفسر اللي قلناه في الاول خالص ان النيرفوس سيستم بيشتغل اسرع من الاندوباين سيستم ده الكوريك جلاند. تمام؟ نيجي للبلفس. تمام؟ البلفس هيبقى طالع من ايه؟ من اللامبر سيجمنت ده البيجنج يونيك، وهيلاقي فين؟ واحده من الكولاترال جانجليا اسمها انفيريور ميزنتريك. انا كان عندي كولاترال جانجليا سيكشن كان اول اساميها في الاول، هما كانوا ثلاثه سيلياك سوبيريور ميزنتريك وانفيريور ميزنتريك. تمام؟ صفحه 13 كولاترال جانجليا. تمام؟ مش عارف هي هي مكتوبه في حته بس انا كتبها بحط الايد يعني، بس هما ثلاثه سيلياك ميزنتريك وسوبيريور ميزنتريك وانفيريور ميزنتريك. تمام؟ الانفيريور ميزنتريك هي اللي بتطلع بعد كده البوست انجيوريك فايبرز الرايحه لل اورجانز اللي في البلس. تمام، الفانكشنز بتاعتها ليها علاقه بايه؟ هل انا وانا بتعالج محتاج يبقى في اي اكسكيشن من الجسم فيسز او يورين او اي حاجه؟ اكيد لا. يبقى انا هعمل ايه؟ هاجي شارج التست في الكولون وفي الريكتور نفس الرسمه دي بالظبط. تمام؟ هانهبت الموفمنت بتاعت سموث ماسل بتاعت البول، فهيحصل ما فيش حاجه في ديفيكيشن، وفي نفس الوقت الانر سفنكتر اللي هو بيحوش اللي هو بيمنع الديفيكيشن هيشتغل في حي كده. تمام؟ نفس الكلام في اليورينري بلاد برضه، لو قلنا لو كولن زائد ريكتم. تمام؟ نفس الفكره انهبيشن الهرمون موتور سفنكتر. نفس الكلام في اليورينري بلاد كمان انهبيشن الهرمون موتور سفنكتر، فمش هيبقى فيه اي يورينيشن او ميتيليشن وقت العرق. تمام؟ فازوكال ريستريكشن بتساوي لو مفيش ديوريشن فازوكال ريستريكشن بلاد فيسز زي ما قلنا مش محتاج بلاد فيسز تروح للكول ولا للريكتم ولا غير البلاد، انا محتاجها كلها في بارت اوف سكريتر ماسك. تمام؟ بعد كده موتور للميل سكس اورجن. تمام؟ هيعمل لي حاجة اسمها ejaculation of semen
شاء الله هناخد الكلام ده الريفلكس ده بالتفصيل في الموديول بتاع الجينيتال في سنه ثالثه. تمام؟ نيرف انتجريشن سيرفيكال نيرف سيستم في الدرس. تمام؟ اخر حاجه ايه الافكت بتاعه على اليوترس؟ تمام؟ الافكت بتاعه على اليوترس مش واحد، مش طول الوقت شغال بنفس الطريقه، ده على حسب الاستروما سايكل بتاعت الفيميل، وعلى حسب مستوى الهرمون، وعلى حسب في بريجنسي ولا لا، ممكن يبقى في كونتراكشن للانترس، ممكن يبقى في ريلاكسيشن دي على حسب الكونديشن. تمام؟ اخر حاجه عندي اللمس اللي هي الماسكر سكين والكلام ده. هيعمل ايه في وسط العقل؟ باظ كونستكشن للسكين بلاد بس زي ما كان في في الفيس، هيبقى كمان في اللمس الابر واللور لمس عشان باظ كونستكشن يعني مين؟ سوري الكيوتينيس بلاد بس كمان مش في اللمس بتاع السكين مش بتاع الوسط. تمام؟ سكريشن اوف سويت بعد بس مرة تعالى. تمام؟ اكتب باي مسلز اللي هي بتاعت النير في الانيمالز القطة شعرها مش هيقف يعني ايه كيميكال ترانسميشن. تمام؟ الاستثناء هنا هي البلاد فيسلز النيورون اللي كانت خالص هنا كمان كورد مسلز رايح للسكيلتر مسلز انا عايز اقعد دلوقتي رايح للسكيلتر مسلز عشان اعرف انا عارف واعرف الخان. تمام؟ في كيميكال بس اللي خدت كلها مش كده كمان طيب ايه اللي بيخلي النيورو ترانسميشن تتنقل من دماغ؟ اخر حاجه هنا كده عشان تخلي الاورجن يعمل اللي النيورون لايك هو عايز يعمله بيبقى بيقول لك دوريس عند البيك انت مصر هي هي سينابس زي ما هو بيقول لك النيورو ترانسميشن يعمل ينزل طبعا لو بيطلع من هنا شيء هروح كمان مليان نيورون ترانسميشن اللي عندك تمام عشان يطلع انرجي. تمام؟ وهنا كمان في حاجه ممكن على حسب نوع الريسبتور اللي موجود بيبقى الايفكت طبعا على حسب نوع الريسبتور يعني ايه نيورو ترانسميتر مختلف ليه ريسبتور مختلف فالايفكت بتاعته بتبقى مختلفه فتيجي تمام لازم ان انا مش هبتدي تتعلمني الا بعد ما تجيب قوي الالكترونيك نيرفس سيستم كمان ثلاث بتبقى معين نيورو ترانسميتر ستايل كولين زي كده لعيب الكوره اللي بيبقى في الماتش متقطع ومشحون ومش عارف ايه ويبتدي يحس بشد عضلي في دقيقه. تمام؟ بفكركم بحاجه احنا لما خدنا قبل كده نيوتن من قد ايه كيلو في السنه اللي فاتت مع الفونت البسط قال ان النيوتن بيبقى جاي كده على طبعا ما فيش اي جنج في سكه ولا اي حاجه اربع اسباب اللي بيطلع منه اول حاجه ديزاين اسبيريشن ديزاين اسمه بوست بيمسك في المصل وبيعمل ايه؟ اليز يبقى معنى كده ان انا اقل من اي جنج عشان يديني نيوتن اللي بيطلع من النيوتن تمام اعمل عشان انا بري جنج يونيك سواء في تاني حاجة كمان بفضل بليز السنسيتيفيتي بتاعت الموتور اند بليت يعني ايه؟ او بار انا كان عندي سكيلتال نيرف اللي هو ما كانش حاسس في سكته ده ورايح سكيلتال مصر ستايل كوري تمام وانا مش بس مثلا بيطلع بيطلع ايه؟ بيجا انجينير تمام مجرد ما بيوصل النيرف بيطلع بس دي موتور يعني انا مش بس السنسيتيفيتي بتاعت الموتور بتطلع فيه يعني ايه؟ يعني انا خدت الفرصه بتاعت تشيل ستايل كوري فبيطلع سيجنال عن مين اللي بعته؟ انما هنا لا بيس ممكن يشتغل الوصل بتاعت الشبكه كويس قوي 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 فانا زودت السيستم بتاعتها مش محتاج نيورو ترانسميشن كتير مجرد ما تشم الاسبيكت دي هتشتغل كويس قوي. تمام؟ تمام ممكن نقسم بعد كده الاسامبشن الاوتونوم الجنبي ودي اللي هي البوست جنبيولوجي النوعين انا عمال اخد نفس كامل واحده بتطلع سبايك كولينس واحده بتوسع بلاد فيسل مسميها كولينيرجي. تمام ده كان دليل طبعا بتعمل بس ده مش محتاج بقى امر بعد كده الكارديو مش عايز اعمل بس ريجيش تمام دي مش اسمها تطبيق بيطلع من النيرف تيرمينال السباتات اللي في السيستم مش ادرينالين نور ادرينالين الادرينالين بيطلع من ادرينال تمام الخيام طبعا نور ادرينالين هو اللي بيطلع من النيرف تيرمينال تمام اشتغل في ايه؟ موجود فين؟ نمسك بقى الكونديشن فاضل حاجه بسيطه على الرغم بس ده كلين سيستم اسمها سيمباثيك تون يعني ايه سيمباثيك تون؟ يعني قرار ولا بس اي حاجه بس واحد دلوقتي وانا قاعد كل سيمباثيك تون بس فري يعني شغال ولا لا؟ شغال فيديو ريك مين اللي بيحفز لي على الفايبريشن بتاعي؟ سيمباثيك ومين اللي بيحسن الكونتراكتيفيتي بتاع الهارت وهكذا فهو هنا هو في الحته بتاعت السيمباثيك تون سيمباثيك تون بس ان في البيزر كونديشن انا قاعد كده مرتاح
لسه برضه لسه ما فهمتش. دي جزء شنج بيحافظني على البلد بريشر بتاعي، بيحافظني على الكونتريكشر بتاع الجسم، بيتحكم في الديستريبيوشن بتاع كل البلد اورجنز، بيخلي مين بيحافظ في الجسم ده يقفل شويه، فالبلد بريشر فايبرز شويه خلي الارتيريوم ده لا ده واسع، فالبلد رايح الاورجن ده يزيد. دي الاورجن اللي هو عندي في الجسم سبرايز باي نيورون وداون بريزنس اوف سكان. بالاضافه ده بيقول في الاخر ان السمباثيتك تون دي بتقل في الفاستنج انيمالز، تمام؟ لما بيبقى كده وبعد كده يبتدي يشتغل عليها بتاكل استايلس انيمال، تمام؟ الاكل برضه معاك ولا ايه؟ كل الفاره تمام؟ السمباثيتك انيمالز وانت صايم كده السمباثيتك تون بتاعتك بتبقى قليله، قوس نقط حلو او صايم فرق كده هيوم او صايم. بعد كده اول ما تبتدي تاكل نرجع تاني السمباثيك في البارا سمباثيك بس، في الكامبيونيك سمباثيك والبارا سمباثيك، لكن في البوست كامبيونيك في البارا سمباثيك بس، تمام؟ اخر حاجه تمام، في اجزاء من السمباثيك نيرف سيستم بيبقى موجود نعمل ادرينالين ده بنسميه ايه؟ بوست كامبيونيك كارديو سيميلاتيك، ده اللي بيشتغل على الهارت مين، وده اللي بيشتغل على الريسبيراتوري سيستم. حته تاني الاستريس نعمل اللي احنا كنا قلنا ماشيين عكسيشن ايه العوامل اللي كانت ماشيه عكس الجسم كله. بعد كده بنتكلم بقى على الفروقات ما بينهم، ان زي ما قلنا الادرينالين الافكت بتاعه على سكيلت انسر، ادرينالين الكونستريكشن بتاعه على البلاد فيسلز اقل من النور ادرينالين عشان هو ما بيشتغلش على البلاد فيسلز. ايه كويس ماشيه عكس الجسم كله، تمام؟ مظبوط. الادرينالين دي مور على سموث مصر، يبقى كده تاني نرجع للسؤال ده ممكن نستخدمه. الكولاجين فايبرز بتطلع اسبايكولين في اربع حاجات، بري جانجليونيك في السمباثيك والباراسمباثيك نيرف سيستم، ادرينا بنطلع عشان هي سبلاش باي بري جانجليونيك فايبرز، باراسمباثيك نيرف سيستم عشان بوست جانجليونيك يطلع من هنا، واجزاء من السمباثيك نيرف سيستم اللي ماشيه عكس بقيه الاورجنز اللي هي بلاد فيسلز الادرينا سكيلت المصر يختلفها عن وسويب جراند، تمام؟ طيب نيجي للريسبتورز اللي بتستقبل الاسبايكولين، خلاص الاسبايكولين نزل من النيرف تيرمينال، دلوقتي انا الريسبتورز بتاعته اللي موجوده على الاورجنز اللي بتدينا دلوقتي الانفكت زي ما هم طيبين مختلفين رايح لها ستيميليشن طلع الاسبايكولين. عندي نوعين من الريسبتورز، خلي بالك من الطلب طلع من الادرينالين عندي نوعين من الادرينالين، انا كده بستفاد منها ان انا بعمل ستيميليشن لبقيه الاورجنز اللي في الجسم عندي بطريقتين مختلفين، بمعنى ان انا مثلا ماسكارينيك عايز اعمل بوست دايت وعندي عندي قوي 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 على البلاد فيسلز الفيسلز نيكوتينيك، تمام؟ ليه سموا ماسكارينيك نيكوتينيك؟ قال لك علشان الريسبتور بتاع الماسكارينيك ريسبتور عايز اعمل بيشتغل بحاجه اسمه ماسكارين زي ما بيشتغل بالاسايكولين، نفس الكلام النيكوتينيك بيشتغل بالنيكوتين لما يبقى زي ما بيشتغل بالاسايكولين، الاسايكولين بيشتغل الاثنين مع بعض، الماسكارين بيشتغل لوحدها النيكوتين بيشتغل مع الجلاند لوحدها بس ان الايفكت يفضل لمده تمام تمام. يبقى غير كده اللي هي واحده وود اللي هي جلاند ماسكارين ريسبتورز، او عدم وجودها مش فارق قوي معايا في الحاجات المايلد تو مودريت، بمعنى لو حصل لشخص مثلا بايلاترال لو احنا ادينا الدور هل حي هل السمباثيك نيرف سيستم بتاعه تمام المسألة موجوده في السيستم بتاعه هيتعقد وجود نمره واحد اللي هو لسه عنده النيرف تيرمينال قادر ان هو يطلع النيورو ترانسميتر، تمام؟ يبقى لدينا المضله مع النيرف تيرمينال بيشتغلوا مع بعض في دايره في دايره مع بعض علشان يمنتين سمباثيك ستيميليشن البوست بتاع الجسم هي كلها، تمام؟ يبقى فهمتوا لدينا المضله شويه ازاي؟ كل كانت دايره من الكبار سمباثيك فايبرز بس بيشتغل بيشتغل على المضله بتاعت الكبار ترجع لدينا المضله تشتغل على ايه؟ الاورجنز عشان تمنتين سمباثيك ستيميليشن وهكذا. وصلت؟ نمره 2 المضله تمام سويت جلاند سائلكم بس الحته بتاع الكنترول فوتوميك مشكله 25 26 هتوصل لما تاخد بريس بلد، تمام؟ لان هي هي الكلام ده ما يفهمش الا لو هي دي تاخد بريس يبقى استنتج من كده ان الماسكارينيك ريسبتورز موجوده بري جانجليونيك ولا بوست جانجليونيك؟ بوست جانجليونيك تمام كده. انا بعد اسمع الفسيولوجي اورجانيك
نيرفوس سيستم سمباثيتك وبارا سمباثيتك. هنبتدي دلوقتي في نوع تاني او جزء تاني او فانكشن تانية للنيرفوس سيستم اللي هي ده فين؟ هتبقى نمرة واحد سوري او اللي هي اي بي سي احسن نيرفوس اي سيستم ما بين بيقعد يحس اي تغيير في الجسم جوه وبره ويقعد يبعته للبوم للسنترال نيرفوس سيستم عشان احسه وارد عليه. يا ريت. تمام؟ تمام. اول حاجه هنتكلم عنها ايه؟ سنسوري ريسبتور بي دي مالهاش دعوه بالنيرفوس سيستم. ده هو سيت حاجه انا قلتها خالص. يعني ايه سنسوري ريسبتورز؟ يعني نيرف اندنجز زي اخر حته من النيرف موجوده على اورجن على سبايك اللي هي بتبقى يعني هي سبيوتينيس ديش اي حته في الجسم او تمام حصل لها يعني هي سبيشاليزد ان هي مش مجرد ان هي نيرف تيرمينال زي ما قلنا قبل كده نيرف تيرمينال بيبتدي يطلع مش عارف ايه مش عارف ايه لا هي سبيشاليزد ان هي تعمل تو فانكشنز مختلفين مليون اللي فات خالص اللي هم ايه لسه ما عدتش الجانجليا وهنا ما عدتش الجانجليا اصلا وهنا نفس الكلام الاستشفاء بتاعنا يعني بعد كده هنا الكلام اللي قلنا المره اللي فاتت تكترز يعني بالظبط اي نوع من الاستشفاء الجانجليا هي كانت اساسا يعني مثلا الريسبتور الموجود على السكن بتاعي وبعدين اتحولت وبعدين اتحولت وبعدين مفيش اي سكن موجود على السكه اللي هي اجينال فليكس ولا اكستند. تمام تمام. ايه الاكشن بتاع الريسبتورز مش مجرد ان هو بيتكت تشينج وخلاص ويعمل هيشوف التمبريتشر اتغير ولا هيظبطها ونسميها ايه ما خدنا لك اكشن بيدي كمان يعمل نرفع رايح للبرين عشان يقول البرين ان في تغيير في التمبريتشر في تغيير في الموفمنت عشان في بين في او ممكن ستيميليشن في اي حاجه بتحصل يبقى ريسبتور هيتكت تشينج وبعد كده يقوم رايح اي سي ان اس بيحصل كذا 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 في الجسم. طبعا بيحصل الريسبتور ازاي؟ عن طريق الانرجي الانرجي الموجوده اللي غيرت دي حتى ريسبتور سبلاي بايوميكال انرجي زي تيست سنسيشن ستيميليشن او كيميكال انرجي سوري او ميكانيكال انرجي زي موفمنت او لايت زي اللي بتشوفه بعينك. تمام تمام. بيحوله بعد كده لالكتريكال انبولس. اما الالكتريكال انبولس بالنرف هي ستيميليشن الاستروميكال دي فانكشن تبقى على طول في السيمباثيك والباراسيمباثيك. ايه انواع الريسبتورز اللي موجوده على الريسبتورز؟ اول سكريشن اوف ادرينالين من دون ادرينالين ريسبتورز يعني هنا المدمر ده بيبقى بسبب ايه؟ بسبب النيكوتيرين ريسبتورز او كونتراكشن سكيلتال ماسلز بسبب ايه؟ بسبب الموتور انبليت. تمام؟ عندي كيمو ريسبتورز كده احنا خلصنا الاسيتايل كولين وعرفنا بيطلع منين وبيمسك في ايه بيسبب يعمل في اي مشكله. وعندي اخر حاجه الكترومغناطيس ناخد بعد كده الادرينرجيك فايبرز اللي هي بتطلع طلع ايه؟ تمام؟ تعالوا نبص الاول على الميكانو اللي اسمها دي بتاعت الموفمنت اي حاجه فيها حركه فيها تاتش هي مش عارف طبعا تلاقي الكتاب برضه بيتكلم عن الميزانين التاتش الميزانين كده بيطلع في وقت السيمباثيك ستيميليشن مش من الوزن في ايدك يعني تقريبا بيضرب حاجه تيجي انت شايفها نفسه هو اللي بيشغل فايبريشن في حاجه بتتهز دايركت ما بيطلعش في ايدك نور ده كله نور ده ايه؟ نور ده في هي جمله واحده عندي حاجه اسمها بروبريوسيبتورز بوست بروبريوسيبتورز ديت اللي هي موجوده في الجوينتس والماسلز عشان تدي السيمباثيك السيمبل نيرفس سيستم بتاعك سواء عن الموفمنت بتاع ايدك فين البوزيشن بتاع الجوينت ال فين المسل تون المسل لينث بس لازم تبقوا عارفين الحاجات دي النور ادرينالين طبعا من الفايبرز كل اورجن سبلاي باي سمباثيتك فايبر ما هتيجي تاخد ما عدا في ناخد قدام بيطلعوا المصري كتير اللي فين ايه الاورجن اللي ما بيطلعش يعني بقى تحديدا كل الاورجن كل سمباثيتك فايبر رايح الاورجن لا هيطلع في الاخر تقدر معانا ثلاثه هم ايه هم يعني انا وانا مغمض عيني حد يجي يعمل ايدي كده انا عارف ان هو عمل ريستكشن اه كده عمل ريستكشن وانا مغمض عيني تمام تمام ايوه بس خدوا بالكم ان انا السنسيشن بتاعتي بقول عنها ان هي اختفت او راحت لما ببقى مش قادر احددها وانا مبرمج مش وانا مفتح. تمام؟ نوع تاني من الميكانو ريسبتورز اسمه بارو ريسبتورز ده موجود مصر الاورتيك ارش وادينا ميدال فيل اللي دول كان بيطلع ساينس الاورتيك ارش فيزميل الاورتيك بعده بيطلع تمام كده بيجي نازل تاني بيسندك. تعالوا نشوف انواع الريسبتورز. تمام؟ بتاع الكاروتيد ارتريز اللي طالعين في ايدك الادرينالين. تمام ايه فايدته؟ فايدته ان هو يرفع البلد بريشر لما يحب البلد بريشر عادي موجود على الاستنشن وستريتش الادرينالين موجود الادرينالين هنا بيتكلم عن الادرينالين العادي
زي ما قلنا سنتر ده يعتبر هيستريلي شغال معايا مش اللي طلع من الادابين في نوع تاني كمان من الاستريتش ريسبتورز لكن هو ما بيطلعش من الليفت تيرم هو مش في الليفت بيطلع متاخر سنه تمام الحس بتاعه يبان هو الريسبيريشن ويمنعها طيب ايه الريسبتورز اللي عندي للادرينالين والنور رايديتيوم عندي الفا عشان يحس لو في فينا سوبرنا عادي فيبتدي يزود الهارت ريت عشان الصوابع عشان تمشي وما والبلاد ما يقعدش في رايديتيوم واقسم بعد كده الفا وبيتا تاني نوع عندنا قلنا اللي هو ايه؟ الفا 2 بيتا 1 ثيرموريسبتورز دي ثيرموريسبتورز دي اللي بتحس يا اما تقول تعالى نبص على الفا 1 الفا 1 تبقى موجوده في كل الاورجانز اللي سكري باي تمام؟ ادرينالجيك كيموريسبتورز دي بتحس الكمام يعني ايه؟ يعني تيست انت لما بتاكل حاجه دلوقتي دي كيميكالز يعني انا لما بروح تمام في مصر دي تيست سنسيشن ده واحد بيشتغل على كيميكالز ريفكشن عشان احاول ريفكشن عشان احاول حاجه السكيلتال مصر يبقى انا كده عملت سيميليشن للبلاد حاجه كمان بلوك او اللي اسمه في مصر بتاعت الاوزمو ريسبتورز اللي موجودين في الهايبر فيشنز لما تاخد ريفكشن انت خلاص بتاعك من قبل تشتغل بيحب البلاد يتحكم لكن لما اروح مثلا ليفل اي حاجه في الجسم مش عمر اروح تمام اعمل بروف ريفكشن هو اللي كنت بعمل مش هو اللي بيتحكم في مصر ولا ريفكشن يبقى هدي تعامل لكن انا قصدي ان هو بيسبكت اي تشينج في الجسم عشان يخلي هو دي تشينج ده يشتغل ستيميليشن مين اللي هيحس لو الجلوكوز عندي عالي او واطي عشان كده لما هيدخل فرق نقول ان الفا 1 اقوى حاجه بتشغلها هي نور ادرينالين نفس الحاجه الجزء اللي يصير ادرينالين هو عادي يبقى سبكت يعرف يعمل باص وليفرج وده اكثر خطر ما هي على بتاع السولار كيمو ريسبتورز موجوده في الفا 2 فهتبقى موجوده في الفا 2 نص ريسبتورز من اسمها دي بتاعت الريسبتورز بتاعت التيشو دامج فدي اللي هتديني بعد كده البين سنسيشن او لما يحصل تيشو دامج وسنس تتكسر والكلام دوت هيديني البين سنسيشن اخر نوع الكترون ماجنتي ريسبتورز دي بتاعت الريفري سينابتيك موجوده في الاي اللي بتحس انا عندي نيورون طالع كده لايت انا كده بوز كده ايوه اركوتكس تمام انا كده بوست جنجليون زي مش نافر سيكتور طلعت نيورو ترانسميتر طب نيورو ترانسميتر بتاعي كتير خاطر على الاورجن جسمي عايز ياخد باله مين اللي هياخد باله منه؟ بري سينابتيك يعني هنا ده بوست جنجليون بس بري سينابتيك قبل السينابس مع الاورجن تمام؟ هيبتدي يرجع تاني نيورو ترانسميتر لجوه عشان يمنع الاكسس العافيه استيميليشن للاورجن احنا حضرت له عصابه في الفرن قال لكم حد في الفرن ان النيوروترانسميتر يا اما بيحصل له يا اما بيرجع تاني للنيرف تيرمينال يا اما بيحصل له ميتابوليزم في الحته دي. تمام. كده عرفنا بيه الفا 1 والفا 2 تمام؟ فاضل نعرف ان الفا 1 دلوقتي انا عندي احسن سيكتور بتاع البين مثلا اكتر من بتاع التاتش تمام؟ بتاع الثيرموريسيتور هل هو ستيميوليتد وبعد كده اي نوع من الانواع اكسايتاتيك هل انا ممكن اجي على الثيرمو ريسبتور طيب يو بين او يعني حاجات ايه خلاص اللي هيشتغل مش انهبيشن في ستيس يعني بيعملوا باس كونستريكت بيعملوا باس كونستريكشن كويس قوي انا لازم ابقى عايز ان يكون الريسبتور اللي شايل بيحتاج في ستيس نوع بس ريلاكس للانتستين تمام يبقى كل الاورجنز بيحصل لها اكسيتيشن طول مع تمام في الفا ريسبتور بيشتغل كتير وعشان ما عدا الانسبين هيحصل لها سنسيشن اللي انا عايزه السنسيشن اسمه موداليتي ريسبتورز بيتا ريسبتورز تمام دول بقى بتوع مين؟ اوف سنسيشن بمعنى لو الستيمولس بتاعتي هيشتغل امتى؟ كول لما بلاش يطلع ادرينا شعوري انا بالبروده بيتوصل مين؟ بتاع موداليتي اوف سنسيشن نوع السنسيشن اللي البرين بيحس او الهارد ريت هو الموداليتي اوف سنسيشن فورس اوف كونتراكشن تمام البين اللي انا بحسه وهكذا اسمه موداليتي اوف سنسيشن انت عندك اللي هي السيمنس بتاعته للبروسيس التيشو بيتا وهكذا ده بقى تمام قال لك ان في بعض الريسبتورز ممكن تبقى ستيمولس تاني ستيمولس تاني كور ستيمولس اللي هي يعمل ايه؟ ليميتيشن ده استثناءات بسيطه تمام بس الغريب ان هي مش هتديني الموداليتي اوف سنسيشن بتاعي مين؟ عشان هتلاقوا فين كمان؟ هديك مثال حلو دلوقتي انا لما كل حته بيحصل فيها انيميشن بسبب الثبتات اللي في السيستم هتلاقي عليها فيتا 2 والهارت بيتا 1
والستيمولاتري الفا 1 والفا 2 ده اللي بيمنعنا ستيميوليشن للاورجان بالنيورو ترانسميتر. غير البين اللي هو هيحسه بالعكس الاكشنز بتاعت النيورو ادفنتر ما بين الادرينالينز انا ما بحبش طيب الست وبتاع كل واحد ستيميوليشن في الفا 1 منهم لكن هي هتديني ايه؟ هتديني لايت هيحس ان الدنيا قدامه وهتخاف بوكس اكيد اكيد هيشوف نجوم ودنيا لو بس احنا مش عارفين حاجه لما انا اقول ان الفا 1 بشتغل بايه؟ بالنيورو ادرينالينز يبقى انا هعمل اوف سنسيشن تعتمدش على الستيمولس تعتمد على بيطلع بس متاخر بس هل لما الستيمولس طبعا مش كل اللي شغال مش كل انواع الستيمولس لكن في ستيمولس حتى لو حصل الستيمولس ده يبقى الريسبتور هو هيشتغل اللي هيديني الموداليتي هيشتغل بس بدرجه على الستيمولس تمام. هنا بقى نلخصها في اي معلومه مثلا بالنسبه ل 100% في الريسبتور الريسبتور ليه ستيمولس خاصه بيه تمام اسمها اكتيف ستيمولس هي اللي بتديني السنسيشن تمام regardless of the method of stimulation يعني بغض النظر عن الستيمولس اللي انا اديتها احنا طبعا احنا مش بنشتغلش على بيتا طبعا الموداليتي اوف سنسيشن هتيجي بناء على الريسبتور بيشتغل على السنسيشن بيرسيف ديبند اند الاريا اند البرين اوتوماتيكلي اكتيفيت يور ادرينالين يعني الحته اللي هيحصل لها اكتيفيشن في البرين اللي هي راح تديني الموداليتي الحته اللي الريسبتور رايحها بغض النظر مين قال الريسبتور ده بعد كده وصلت كده؟ عرفت يعني ايه سيستم؟ في اي مشكله؟ بس طيب. الفرق ما بين النور ادرينالين ده والنور ادرينالين اللي طالع من تاني حاجه تاني هو سايتابيلتي مش نور ترانسميت سايتابيلتي يعني ايه؟ يعني الوقت يعني انت بتدي شغل الريسبتور يوم اشتغل تمام؟ ده الكلام اللي هو الاكشن بوتنشال يطلع فيه لكن هو ادريست البوتنشال بتاع الممبرين بتاع الليفتر ده بيبقى ماينس 7 تمام؟ ملي فولت تمام؟ أول ما هتبتدي تعمل له ستيميليشن للريسبتور، أدي ريسبتور أهو، وأدي نيرف أهو، في عندي هنا الواي جي عشان بس نشوف الفرق أنت أول ما هتبتدي تشغل الريسبتور هنا، ضربت البوكس تمام؟ ضربت الريسبتور بالبوكس، هيبتدي صوديوم يدخل، صوديوم يدخل يدخل عشان يدي بالبوكس تمام؟ طيب، صوديوم هيبتدي تبتدي يدخل هنا لحد ما الانرجي اللي عندي كفايه ان هي تعمل ستيميليشن لحاجه اسمها فيرست نود اوف فرانفير، نود اوف فرانفير دي اللي هي بتبقى هنا في الميه شيء ما بين تمام تمام. فاول ما الانرجي اللي موجوده هنا هتبقى كفايه وصلت الثريشولد وصلت الحد الادنى اللي هو كفايه ان هو يديني السنسيشن اللي انا عايزه هتبتدي تتنقل وتوصل لحد البريك تمام. استفيد من ده ايه؟ استفيد من ده ان في حاجات انا ما بحسهاش لان هي تبقى تحت الفريشر بتاعي بتديني لوكالايزد ستيمولس هنا من غير اي ريسبونس من غير ما نوصل للبرين تمام. الريسبتور بوتنشال اللي هو اللي هنا مش اللي ماشي كده اللي هنا ليه فور بروبرتيز. اولا هو لوكال زائد ان بروباجيتد بمعنى ان هو هيبتدي هنا تمام؟ مش هيتحرك مش الاكشن بوتنشال اللي هنا هو اللي هيمشي كده ده الاكشن بوتنشال اللي هنا لما هيوصل او الممبرين او الريسبتور بوتنشال اللي هنا أو لما هيوصل للثريشولد الاكشن بوتنشال هيشتغل لكن مش البوتنشال اللي ابتدى هنا هو اللي هيكمل معايا تمام؟ بمعنى لو ده اقل من الثريشولد يبقى انا مش هشغل اكشن بوتنشال يعني لو ده ما يقدرش يرفع لي الاكشن ما يقدرش يغير البولاريتي ماينس 70 الا مثلا لحد ماينس 40 دي اقل من الثريشولد بتاعتي مثلا يبقى مفيش اي حاجه تتنقل خالص يبقى لوكال بروباجيتد. مين اللي بروباجيتد؟ مين اللي هيتحرك ويوصل للبرين؟ الاكشن بوتنشال تمام اللي هو بيشتغل امتى؟ بعد ما وصل للثريشولد تمام. تاني نقطه بنقول هو جريدد تمام يعني لا ينطبق عليه اول اور نون رول. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي في نملة بتحفر في دايرة تمام بالراحة بالراحة أنا مش حاسسها بعد كده مرة ورا مرة ورا مرة ابتديت أحس جريد تمام مش معناها إن أنا لو ما حسيتش أول مرة يبقى مش هحس تاني طول ما هي تحت فريش لا تحت دورة الجامعة تتجمع هتوضح أكتر بنقطة نمرة ثلاثة إن هي مالهاش ريفراكتوري بيريود تمام يعني ممكن تبقى سوميتد تمام يعني انا في السكيلتال ماسل اكسايتيشن قبل كده في الثانويه الاولى كنا بنقول ايه؟ بنقول ان انا لما ببتدي اعمل استيميليشن للماسل
لو كان الستيمولس بتاعتي اقل من الثريشر المصل مش هتشتغل مش هتتحرك. طيب لو المصل اتحركت واشتغلت في حاجه اسمها ريفراكتيف بيريد، وقت المصل مش هتستجيب فيه تمام، وبعدين ترجع تشتغل تاني. الكلام ده مش موجود ولا ينطبق على الريسبتور بوتنشال، فعشان كده زي ما قلنا النمله او الدبانه اللي بتقعد تحفر في ايدي معاها وقت ان هي تجمع، تفضل تحفر تحفر تجمع، هيبقى سميتد، هيبقى ليه فرصه ان هو لو هي دلوقتي مش واصله فريشر مره ورا مره ورا مره هتعرف توصل تمام، رغم ان هي ما بتزودش الستيمولس بتاعتها، هي بس شغاله ورا بعض تمام. رابع حاجه واخر حاجه اللي هي نط لط باي لوكال انفتك. يعني ايه؟ يعني انا لما بدي بيج مولان تمام؟ ده هيتقفل لكن ده مش هيتقفل، عشان كده البيشنت هيقعد يقول لك انا حاسس بتنميل، انا حاسس بحاجه بتشدني، لا انا شايفك وانت شغال. طبعا هو لا شايف ولا حاسس، هو لو حاسس هيموت تمام، هو بس هيقعد يحس بايه؟ بشكات تبوس بسيطه ومش عارف ايه، لان الريسبت بوتنشال ما ينفعش باللوكال انفتك تمام. في اي مشكله في الريسبتور تنشن واضحه ده 4 نقط بتوعهم تمام. النقطه اللي بعد كده ادابتيشن. ادابتيشن يعني ايه؟ يعني الريسبونس بتاعي هيبتدي يقل ويقل ويقل نتيجه الكونستنت ريبيتيتف ستيميليشن. بمعنى انا واحد دلوقتي قاعد بيضرب مثلا، بيضرب واحد تاني، هل الالم بتاعه في رابع او خامس الم زي الالم بتاع كله عمال يلطشه في اول مرحله زي الباقي تمام؟ طبعا هيبتدي يقل مع الوقت. هنا بيقول لك decrease the number of nerve impulses in sensory fiber due to decline of amplitude of receptor potential. يعني receptor potential لو كان بيبقى ماشي كده وبعدين بينزل وهكذا، ده الامبليتيود بتاعه تمام ماينس 70 البلس 40 في الاخر عشان تكملش يكمل البوتنشال بتاعه، لا ده هتبتدي تتقل مش هيوصل البيك، هتقل ليه؟ عشان مره ورا مره ورا مره ورا مره تمام؟ في ليها نوعين وبعد كده هنقول ايه اسبابها. النوعين بتوع الادابتيشن عندي رابد وستو. الرابد بتبقى في ايه؟ بتبقى في التاتش والالفاكشن. يعني انت مثلا ماسك حاجه في ايدك، في الاول انا حاسس ان انا ماسك القلم، بعد ثواني معدوده انا ولا كاني ماسك اي حاجه خالص ومش واخد بالي، ممكن ادور على حاجه وهي موجوده ماسكها في ايدي. الالفاكشن دخلت حته ريحتها وحشه سوية ما بنتعود يعني تمام، انما الحاجات اللي ما ينفعش اتعود عليها بسرعه لان هي ابتدت تبوظ لي جسمي البي والبارو ريسبتورز ما ينفعش اتعود على البي بسرعه والا اللي هيحصل لي بروسس في الجسم مش هاخد بالي منه، ما ينفعش اقعد على بارو ريسبتورز بسرعه ولا البلاد بريشر بتاعي هيروح في داهيه تمام. طيب ايه الاسباب بتاعت الادابتيشن؟ ليها اربع اسباب. واحد جرانوال كلوجر اوف سوديوم شانلز. يعني ايه؟ يعني انا لما قلت هنا ان انا عندي ادي ريسبتور وادي نيرف وادي نيرف اوف ربير ماينجير تمام؟ سوديوم اللي بيدخل هنا شانلز بتاعت السوديوم اللي هنا هتبتدي تتقفل مره ورا مره بال كونستنت ستيميليشن، طول ما الستيميليشن ما بتتغيرش الصوديوم شانلز اللي هنا هتتقفل، فبالتالي الامبلس هتقل، فبالتالي هحس بيها اقل. تاني حاجه ديكريز في الاكسايتابيلتي، في فيرست نود اوف رونبي اللي هي هنا هتقل الاكسيتابيلتي بتاعتها. يعني ايه هتقل الاكسيتابيلتي؟ يعني الثريشولد بتاعتها هتعلى، انا محتاج ستيمولس اقوى عشان تشغلها تمام. تالت حاجه نص ستيمولس انرجي في السراوند تيشو، يعني ايه؟ يعني انا الانرجي بتاعتي اللي كانت بتيجي هنا علشان تعمل لي ميمبرين، تعمل لي ريسبتور بوتنشال بعد اكشن بوتنشال، مش هتبقى متوجهه هنا بس، هتضيع في التيشوز اللي حواليها.
تمام. رابع حاجه اسمها اكوموديشن اوف بيسيرك، يعني زي ما قالت الاكسكتابيلتي في الفيرست موفر فرونتير هتبقى الاكسكتابيلتي بتاعت الريسيبتور هو كمان هيحصل له اكوموديشن، هيتعود على الستيمولس ومش هيدي ريسبونس المطلوب بسرعه. تمام، عرفت الاربع اسباب؟ في اي مشكله؟ حاجه بعد كده اسمها كودينج اوف سنسوري انفورميشن. يعني ايه؟ يعني ازاي البرين بيبتدي يميز ثلاث حاجات. اولا موديل ديسكريميشن، يعني ازاي البرين بيميز ما بين البين والتمبريتشر والموفمنت واي نوع ستيمولس تانية. وازاي اللوكاليتي ديسكريميشن، ازاي البرين بيميز الحته دي في ايدي في رجلي في مش عارف فين. والانترست كمان، ازاي انا بستجيب لبريشر مختلف، ازاي انا بحس ان ده اتقل من ده وده اسخن من ده وده ابرد من ده. اول حاجه الموداليتي ديسكريميشن، ازاي هميز ما بين نوع الريسبونس اللي انا هديها، ازاي هميز الستيمولس اللي جاي لي عشان اديها ريسبونس مختلف. Modality discrimination، احنا قلنا قبل كده modality ده رد فعل او ده الحاجه اللي انا بحسها نتيجه الاستيمولوس اللي جاي. تمام، المودالتي discrimination بتعتمد على حاجتين، اول حاجه على الادمنت ستيمولوس. احنا كنا اتفقنا في الاول خالص ان كل ريسبتور لاستيمولوس معينه ما عدا بعض الاستثناءات، فالبرين لما هيجيله ستيمولس هيبص مين الريسبتور اللي جابها لي، فهيبقى عارف لما يبص في الريسبتور ده عارف ايه نوع الاستيمولس اللي جات، وبالتالي هيعرف يديها المودالتي المناسب ليها او يديه الشعور المناسب للحصل. تمام، تاني حاجه area of brain activated، يعني ايه؟ يعني انا الريسبتور بتاع البين بتاعي مكانه او المكان اللي هو هينتهي فيه على الكورتكس غير المكان اللي هينتهي فيه الريسبتور بتاع التمبريتشر، غير المكان اللي هينتهي فيه الريسبتور بتاع الموفمنت وهكذا. فبالتالي البرين قادر ان هو يبص فين الحته اللي حصل لها ستيميوليشن فيه علشان يقدر يحدد ايه نوع التنشن. انا بحس ان انا مش قادر وانا قاعد دلوقتي اقول ان التويل بتاعتي او ان البايسبس بتاعتي لونج مثلا، تمام، لكن السيربيلوم بتاعي هو اللي عارف. السيربيلوم بيبقى عارف ليه؟ عشان يحميني من ان انا اعمل لها مثلا اوفر اكستنشن او اوفر فليكشن او انا اعمل حركه ما اكتسبهاش. تمام؟ انا ايه اللي بيخليني مش قادر ازود ايدي من كده خالص؟ ايه اللي بيخليني مش قادر ازود؟ السيربيلوم بتاعي بيمنعني بكل الطرق، لدرجه ان هو ممكن توصل ان السيربيلوم مشغل المصل اجينست المصل اللي انا بحاول احركها عشان يمنعني ان انا احركها. لكن انا ما بحسش ان انا المصل بتاعي زاد، ما بحسش ان المصل بتاعي عالي او واطيه لحد ما ابتدي انا استخدم المصل بتاعتي واكتشف ان هي مثلا ضعيفه. لكن انا وانا قاعد كده مرتاح وقت الريست مش حاسس ان المصل بتاعي بيزيد. تمام، يبقى ده ممكن شفت السيربيلوم هو اللي عارف مش انا اللي عارف. تمام، ده كده الميكانو ريسبتيف سنسيشن. تاني نوع اللي هو ثيرمو ريسبتيف سنسيشن، تمام، ده اللي هو كولد حراره وبوده. تمام، تالت نوع من السنسيشن اللي هو البين سنسيشن ده عن طريق النوسي ريسبتورز. تمام، كل السنسوري فايبرز اللي طالعه من الريسبتورز دي بتروح لحته في السباينال كورد اسمها دورسال روت جانجليا. ادي السباينال كورد بتاعتي، ادي قطع فيه، ادي الجري ماتر هنا زي ما قلت المره اللي فاتت، دي هتكوني رسمت كده. تمام، دورسال روت جانجليا اللي هي المفروض ده فنترال وده دورسال، ده قدام وده ورا. دورسال روت جانجليا بتبقى كده، كل النيورونز اللي جايه من الريسبتورز داخله على السباينال كورد بتيجي في الحته دي. تمام، اعتقد ممكن في رسمه تبقى اوضح معاك ان انا بعمل كده. ارسمه ده، شوفوا صفحه 31. فيجر 21، شوفوا اخر حته تحت اللي هي في السباينال كورد،
شايفينها؟ شايفين الحته اللي مكتوب عليها فيرست اوردر نيورون او فيرست اوردر نيورون؟ شايفين الانتفاخ ده من اول ما نيورون دخل؟ هو ده دي الدورسال روت جانجليا. انا كده ده فيرست اوردر نيورون، ده الدورسال روت جانجليا، دي اول محطه للافلنت ووتر. هناخد دلوقتي الباث واي بالتفصيل. اول حته اسمها تريجيمنال روت تروي جيمنال، تمام؟ دي موجوده فين؟ في البرين ستيم. وما اشرح لكم البرين ستيم ولا لسه؟ تمام، هشرحها المفروض بكره. تمام، هتعرفوا ان في عندي تريجيمنال نيوكليوي، وفي منها سنسوري، في منها موتور. السنسوري هي اللي بيجي لها السنسوري فايبرز اللي جايه من الهيد اند نيك، تمام، او من الفيس يعني. بعد كده بعد ما بوصل للسباينال كورد في الدرسال روت جانجليون او في التريجيمنال روت، بعد كده الباث واي بتاعي لحد البرين بيعدي ثلاث محطات. دي كانت اول محطه ليهم. ثاني محطه اللي انا ببقى طالع لفوق للبرين ستيم ويحصل كروس، وثالث محطه دي كانت ثاني محطه، وثالث محطه بعد كده من الحته اللي حصل فيها كروس للكورتكس. هنعرف دلوقتي بالتفصيل كل تراكت والكروس ده بيحصل فيه كروس. ان انا انتوا عارفين طبعا التراكت بتقول ان الجزء اليمين من الجسم بحسه بالسيرولينج سبيس الشمال والعكس. طب امتى بيحصل كروس ده؟ هنعرف دلوقتي في كل باث واي. تعالى نبتدي الاول نتكلم عن ميكانو ريسبتيف سنسيشن بالتفصيل اللي هي اول واحده. نمسح دول كده مش محتاجهم دلوقتي. ونتكلم على الميكانو ريسبتيف سنسيشن. عايز اقسمهم تاني عشان في حوسع على التقسيمه بقى سنه صغيره. التقسيمه اللي انا عملتها دي هقسمها تاني اوسع شويه. نقسمهم لتاتش، بريشر، ستريبنوزس، فايبريشن، فيكشن. تعالوا نتكلم الاول على التاتش. التاتش انا عندي نوعين، حاجه اسمها كروت تاتش، حاجه اسمها فاين تاتش. كروت تاتش ده انا ما بعرفش احدد هو فين. يعني لو جبت واحد صاحي وفايق وعاقل والنرف بتاعته سليمه وكله زي الفل وغمضت عينه وجبت قطنه حركتها على ايده وقلت له شاور الحته دي فين، مش هيقدر يحدد كويس قوي. تمام، ده الكروت تاتش ببساطه، هي كروت ما تتشرحش. تمام، كروت تاتش كورلي لوكالايزد. طبعا عند شخص عيان، مش عند شخص عيان، في شخص عيان ما بيقدرش يحدد الفاين تاتش. الدبوس اللي بتحطه له، لا الدبوس بقى ده تحت الفاين تاتش. فاين تاتش ده اللي هو نوعين، لوكالايزيشن ديسكريميشن. يعني ايه؟ يعني انا مش بس بحدد ان انا اتشكيت واتشكيت من دبوس واحد ولا اثنين ومش عارف ايه، لا ده كمان بحدد تشكيك فين، مش مجرد ان انا بحدد تشكيك ولا لا. في حاجه ثانيه كمان في الديسكريميشن اسمها تو بوينت ديسكريميشن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا هجيبك واقول لك يلا غمض عينك واخبطك، عارفين البرجر اللي هو بيبقى ليه ده قوسين؟ خبطك بيه واقول لك انت خبطت بواحد ولا اثنين، انت لازم تبقى عارف ان هما اثنين حتى لو اثنين خبطوك في نفس الوقت. بشرط ان المسافه ما بين التو ستيمولس تبقى اكبر من الثريشولد. يعني ايه؟ يعني انت في البالم بتاعك او في اللبس، تمام، او في الفيس، غير في الفوت. في البالم بتاعك انت بتقدر تميز حتى لو المسافه بينهم قليله جدا جدا، تقدر تميز هما اثنين. في الفوت لا، ممكن اشتغلك شويه واقربهم قوي من بعض وانت تحسها ان هي واحده، وده بيبقى طبيعي. لسه في يعني مسافات صغيره الانسان ما بيقدرش يحدد عنها. يبقى عرفت النوعين بتوع التاتش وايه المطلوب ان الانسان يبقى يعمله في الكروت في الفاين. تمام، تاني نوع من الميكانو ريسبتيف سنسيشن تاني نوع البريشر. البريشر سنس ان انت تبتدي تدفرنشيت ما بين الويتس، يعني احط 5 كيلو في ايدك اليمين و2 كيلو في ايدك الشمال. انهي اتقل؟ لازم تبقى عارف، مش مجرد انت تحس ان الموضوع تقيل وبس، تحدد ما بين انهي اتقل تفصل انهي فيهم.
البريشر بتاعه اعلى. تالت حاجه ستريبنوزس اللي هي ability to recognize an object by touch from its shape, size, texture, weight وهكذا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا طالع البيت بالليل والكهرباء قطع وطالع على السلم واول ما وصلت لباب البيت جايب فيه مفاتيح وسماعات وموبايل وساعه ومحفظه وانا عايز اقرا المفاتيح احط ايدي وانا مش شايف اي حاجه وانا مغمض هحسس كده هلاقي مفتاح. تمام؟ ممكن الموضوع كمان يبقى احسن من كده ان الشخص تبقى حاجه اول مره يلمسها مفتاح جديد. مفتاح ما سابوش قبل كده واعرف ان ده مفتاح، قلم جديد، موبايل جديد وهكذا، حاجه ما جربش يلمسها قبل كده بس مجرد ان هو مغمض عينه وحاسس عليها كده قدر يترجم في مخه شكلها، حجمها، وزنها، الملمس بتاعها وهكذا. تمام؟ الفايبريشن سنسيشن اللي هو رابيدلي ريبيتيتف سنسوري سيجنالز. يعني ايه؟ يعني حاجه ورا بعض، مش مجرد ان هي خبطتك وفضلت خبطاك او خبطتك وراحت، لا ده حاجه ايوه بيعملوا سكشن بالفوت، الفوت بتبتدي تهز 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 فبتديك شعور فايبريشن زي ما بقول لك لما يتهز. تمام؟ دي مش ستيميليشن واحده، لا دي رابيدلي ريبيتيتف ورا بعض ورا بعض ورا بعض. اتش اند كيلد اللي هي من في الحشرات اللي بتبتدي تعمل لك ميكانيكال ستيميليشن برضه ريبيتيتف، عماله تحفر في ايدك وتقرصك والكلام ده. تمام؟ وده يفسر لما انا قلت قبل كده ان الريسبتور بوتنشال جراديوال كان بيسميه كده. الفايبريشن والاتش اند كيلد حاجات بسيطه قوي، بس ليه انا بحسها اكزاجريتد؟ ليه انا اي فايبريشن بيضايقني رغم ان هو بسيط قوي ان هو بيتجمع ورا بعض ورا بعض؟ انت ما بتحسوش لوحده بس، انت بتحسهم لو بيوصلوا بين عندك مجموعين على بعض. تاني نوع عندي من كده ريسبتيف سنسيشن، انا خدت اللي هو التاكتايل ميكانيك ريسبتيف سنسيشن. تاني نوع عندي نمسح دول بس عشان ايه ما يخشوش في بعض، دول كانوا بتوع التاتش وال التاتش والفايبريشن والكلام ده. في نوع تاني هو بتاع الموفمنت اللي هو كونشس ون كونشس. تمام؟ اللي هو اسمه ايه؟ بروبريسبتيف سنسيشن. تمام؟ البروبريسبتيف سنسيشن زي ما قلنا هنقسمه كونشس وان كونشس. الكونشس اللي هو الجوينت موفمنت وبوزيشن وايدي فليكسد واكستندد والكلام ده. تمام؟ والان كونشس بتاع المسل لينث والتنشن. وهنا قال لك ان السيربيلم هو اللي عنده خلفيه عن الان كونشس بروبريسبتيف سنسيشن، مش انت، مش انت كبني ادم، مش 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 الحاجه اللي انت حاسس بيها وانت واعي كونشس، لا ده السيربيلم بتاعك وانت قاعد كده ومش حاسس بحاجه، هو شغال وقاري الدنيا كلها مع نفسه. تمام؟ ينفع تديني وبعدين نخش على السنتر فيكس؟ احسن بس ايه؟ لا سهل ان شاء الله لو ركزت ان شاء الله. دلوقتي بقى هنتكلم على الاسنترنج تراك فور ميكانيكال ريسبتور سنسيشن. انا واحد كنت تمام في الجزء اللي كان معايا. الاسنترنج تراك فور ميكانيكال ريسبتور سنسيشن. تمام؟ الاسنترنج تراكس اللي هي بتبتدي تنقل السنسيشن من الريسبتور لحد السنترال نيرفس سيستم فوق في البرين علشان احس بالحاجه الاستيمولس اللي جات. تمام؟ عشان كده نبقى متفقين بس من الاول الحته اللي جايه دي انتوا مش مطلوب منكم فيها رسومات وانا ما اعرفش ارسم، وانتوا هتبقوا محتاجين يعني لو انتوا عايزين تتخيلوها بالرسم يبقى عليكم على الهيستولوجي، لكن احنا ايه هنشرحها هنا باسامي الاماكن واقول لكم المكان ده موجود فين، وهي في رسومات في الكتاب، لكن انتوا مش هيطلب ما بيجيبوش رسم في امتحانات الفسيولوجي خالص الا لو كيرف او مش عارف ايه في فات. لكن بالنسبه للرسومات هنا يقول لك ارسم لي كورتكس وارسم لي مدار والكلام ده مفيش الكلام ده خالص. تمام؟ فاحنا هنقول المكان موجود فين ولو عايزين تبص عليها بص في كتاب الهيستولوجي او في الرسومات اللي هنا يكون احسن. تمام؟ عندي ايه التراكتس اللي بتنقل لي المكان ريسبتيف سنسيشن؟ عندي الاول تراكت اسمه دورسال كولوم ميديال لمينيسكس باثوي. تمام؟ ده بينقل لي ايه؟ بينقل لي الفاين تاتش اللي هو بتاع تاكتايل لوكاليزيشن تاكتايل ديسكريميشن، وبينقل لي الفايبريشن اكيد، وبينقل لي الكونشس بروبريو سيبتل سنسيشن اللي هي الموفمنت والبوزيشن الكونشس بس. تمام؟
تعالوا ناخد الثري اوردرز او الثري ستيبس اللي بيتنقل بيهم او النيورون بيعدي بيهم لحد ما يوصل للكورتكس. اول حاجه عندي من الريسبتور الدورسال روت جانجليا والسباينال روت. تمام؟ اللي هو الحته اللي فوق خليفه او في الفجر اللي شرحت لكم عليه من شويه اسمها دورسال روت جانجليا. دي اول جزء بيعدي فيه او اول سينابس بيوصلوا النيورون. تمام؟ الفايبرز دي اللي ماشيه هنا دي ثيك تخينه مايلينيتد اكيد. ليه مايلينيتد؟ علشان يبقى سرعه النقل فيها سريعه، وبالتالي هقدر ان انا اقول ان هي رابيدلي كوندكتنج اي الفا واي بيتا. انا الفايبرز عندي الاي بتبقى فاست والسي بتبقى سلو. تمام؟ فانا عندي نوعين دي الفا وبيتا، ما معكمش تفاصيل الفرق بين الفا وبيتا، بس هما نوعين الفا وبيتا هما اللي بيخلوا هما اللي بيتنقل بيهم في الدورسال كولوم ميديال منسكس باسوي. تمام؟ اللي بيتنقل بيهم الفاين تاتش والفابريشن وال تمام؟ معلش ايه تاني الفا وبيتا؟ نوع الفايبرز دي نفسها اي الفا واي بيتا. انا قلت لك انواع الفايبرز عندي في اي وفي سي، هما اللي انا مركز في الحته دي. اي دي فاست وسي سلو. تمام؟ فالفايبرز اللي بتتنقل بيها الفاين تاتش والفابريشن والكونشس والبريسبشن دي فاست. تمام؟ هي اي الفا واي بيتا. تمام؟ بتدخل سبايرال كورد عن طريق الدورسال روت جانجليا. تمام؟ وبعد كده بتعدي لحد ما توصل زي ما قلنا من شويه للدورسال بول اوف جراي ماتر. بعد كده بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها ميديال لمينيسكس. تمام؟
عارف ان هو تقيل شويه بس هينتهي بس تخلصه اول مره وبعدين نعيده هيبقى سهل ان شاء الله. بعد ما تطلع هتحط حته في الثالامس اسمها فنترال بوستورولاترال نيوكليس اوف ذا ثالامس. تمام؟ ده كده انا خلصت تاني اوردر او تاني ستيب. تمام؟ ان انا رحت لحد رحت وصلت في الاخر لحد فين؟ الثالامس في الفنترال بوستورولاترال. اخر ستيب سهله جدا من الثالامس للسنسري كورتكس اللي هو بوست سنترال جايروس. تمام؟ عشان ابتدي احس السنسيشن. يبقى تاني من الاول. طلعت من الريسبتور وصلت للسباينال كورد عن طريق الدورسال لوب جانجليون دي ستيب نمره واحد. تمام؟ عملت عمودين واحد واخد من اللور هاف بادي واحد واخد من الابر هاف. العمودين اسمهم جراسيل وكونيري وصلت بيهم لحد المدله. وقت المدله حصل كروسنج انترنال اركويت فايبرز راحت الناحيه الثانيه هتاسند لحد الثالاموس از ميديال منسكس. ميديال منسكس اول ما هيوصل الثالاموس هيتنقل فوق لحد الكورتكس او سنسور كورتكس في البوست سنترال بايس عشان احس بالسنسيشن. في اي حاجه مش واضحه في الباث واي ده غير ان انا ما رسمتوش؟ لو حد حصل له ريجن في الباث واي ده ايه اللي هيحصل؟ لما انتوا مش تبقوا تقولوا يحملوا مش هيحس ايوه تمام. انهي نوع من السنسيشن؟ فاين تاتش اللي هو التكتايل سكريبتيشن لوكاليزيشن. تمام؟ زائد هيبقى عنده حاجه اسمها سنسوري اتاكسيا. سنسوري اتاكسيا يعني ايه؟ يعني هو مغمض عينه غير الاستريموزس. سنسوري اتاكسيا هو مغمض عينه مش عارف البوزيشن بتاع الجوينتس. يعني هو مغمض من تحت يمسك ايده كده كده ليبو سنسور افكس بيقول لك معرفش هو مغمض. طبعا هو فتح عينه هتعرف ان المشكله لكن هو مغمض استحاله يعرف يعني. زائد الاستريموزس ان هو ما يقدرش يحدد شكل حاجه من غير ما يشوفها. تمام؟ يبقى حط في دماغكم السنسوري اتاكسيا وكل اللي ماشي معاه بيعتمد على فتح ولا مغمض. لان بعد كده تاخد قدام السنسوري اتاكسيا ده حتى هو مفتح ما بيعرفش يحدد مثلا حركه ايده في الفراغ، يعني عايز يبقى يعمل ريفليكشن خيالي غصب عنه ايده اتحركت في حته ومش عايز يحركها خالص. تمام؟ انما عيان السنسوري اتاكسيا بيعوض مشكلته بالرؤيه. تمام. تاني تراك احنا خدنا دلوقتي الدوكسيكولون ميديال نسكس باث واي. تاني تراك او باث واي عندي اللي هو انتيريور او فنترال سباينو ثلاميك تراكت. انتيريور او فنترال سباينو ثلاميك تراكت. الفنترال سباينو ثلاميك تراكت ده بيميل لي ايه؟ بيميل لي جروب تاتش. بيميل لي امبريشن. بين ال اتش اند تكر. تمام؟ فيرست اوردر نيورون بتاعي زي اللي فات بالظبط هيروح لحد الدورسال روت جانجليون. تمام؟ بس الفرق ان الفايبرز هنا ار مايليتد سي مش ايه الفا وايه بيتا سريع. تمام؟ تاني حاجه بعد ما وصلت السباينال كورد هنا في اختلاف بسيط. هناك الكروسنج كان على ليفل اوف مدلب لونجاتيكو. هنا الكروسنج هيبقى على ليفل اوف سباينال كورد. مجرد ما هيدخل سباينال كورد كده هيحصل الكروس. تمام؟ اول ما هيحصل الكروس هيقسم طبعا الكروس هنا هيمشي بقى من قدام كده لفوق. تمام؟ عن طريق حاجه هيبقى هنا بقى ده بقى اسمه الفنترال سباينال فلامنت تراكت. تمام؟ هيروح لحد الثالاموس. تمام؟ في نيوكليس اسمها فنترال بوسترولاترال نيوكليس اللي هي اللي احنا لسه متكلمين عنها في بي ال. تمام؟ تالت خطوه بعد كده من الفي بي ال ان هو يروح لل سنسوري كورتكس. تمام؟ سهل احنا بس كنا محتاجين نفهم الاولاني. نعم؟ لو اللي هي الترسل حصل فيها ريجن لا الفنترال بتاع التوتش والبريشر والتشن تكن مش الفاين تاتش. تمام؟ الدورسال بتاعت الفاين تاتش بتاعت الاستريجنوزس انما الفنترال بتاعت الجروب تاتش والبريشر والاتش ام تي. تمام؟ وزي ما قلنا الكروس بيحصل فيها فين؟ عشان لما هنيجي ناخد ان شاء الله في الاخر السباينال ليجنز هنقول ان الليجن ده هيضيع لي حاجه على نفس السايد وحاجه على السايد الثاني. يعني انا لو حصل عندي ليجن مثلا في سباينال كورد هنا طبعا الليجن ما بينقيش الكورد اللي بيعمل فيه سباينال الليجن ما بينقيش الكورد البارت من الكورد اللي هيحصل فيه مشكله الانجن. تمام؟ ف
فلما يحصل ليجن هنا في السباينال كورد هيضيع لي الكروت تاتش من السايد الثاني لان الكروسنج بيحصل في الاول بس هيضيع لي الفاين تاتش من نفس السايد تمام؟ قدام ان شاء الله هنعرف الفرق بين السباينال تالت واخر تراكت عندي اللي هو سباينو سيربيلر تراكت تمام ومن اسمه طبعا احنا قلنا من شويه ان السيربيلر بتاع ايه؟ السيربيلر بتاع الانكونشس بروبريوسبشن الحاجه اللي انت مش مطلوب تعرفها لكن السيربيلر بتاعك المطلوب منه ان هو يعرف عندي سبايرو سيربيلر تمام اول ستيب طبعا السبايرو سيربيلر بتاع الان كون جس بروبريوسبشن تمام الاول من الريسبتور اللي هو موجود على المصر السبايرال كول دور سارو جانجليو ده اول ستيب تمام بي بي بيقف على عند 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 كولن او عمود طالع من سبايدر كولن اسمه كلاركس كولن تمام بعد كده من كلاركس كولن دوت النيورونز هتروح بطريقين مش بطريق واحد احنا كنا قلنا قبل كده في واحد دوس انا هنا المره دي بقى هتروح مع الدورسال والفنترال في نفس الوقت يعني في عندي نيورونز هتيجي كده وتطلع دورسال كلاركس كولن في عندي نيورونز هتيجي كده فنترال وتطلع تمام بس في حاجه دلوقتي هنقولها ان في جزء منهم بيكوس وفي جزء لا فقال لك ان الدورسال سباينوس سيربيلر تراكت اللي هو هنا تمام هيفضل على السيم سايد بتاع السباينال كورد تمام لحد ما يوصل للمدرسه وما بيدخلش الجراي ماتر هو من الوايت ماتر عارفين فرق بره الوايت ماتر والجري ماتر لا هو في سوري هو في الوايت ماتر بره تمام هيفضل طالع لحد ما يوصل للمدرج اول بارت تمام من البرين ستيم وعشان المدرج هي اول بارت من البرين ستيم يبقى حي من المدرج لحد السيربيلوم هيبقى الباث واي اسمه ايه؟ اول بارت اللي هو الموست انفيريور هيبقى اسمه انفيريور سيري بيلر بيدن تمام يبقى انا دورسال كولن دورسال كلاركس كولن بعد ما عدى من الدورسال الجانجلي وصل هنا هيسر لحد ما يوصل للمدله المدله دي موست لور بارت اوف ذا برين ستيم هيروح للفيريو سيربيلر بيدن اما الفنترال سباين فلم يتراكت اللي هو كان ماشي كده هيعدي ان هيحصل له كروس على الليفل بتاع السباينال كورد تمام هيبدا طالع لحد ما يوصل لاعلى بارت في البرين ستيم اللي هو ميد برين ومن ميد برين عن طريق السوبيريو سيربيلر بيدنكل هيوصل للسيربيلر في حته اسمها البيرمس لما تبقى ده من اناتومي السيربيلر هتعرفوها تمام وبعد كده اللي عمل كروس ده على عكس اللي كان قبل كده لما كنا بنقول ان الحاجات اللي رايحه للكورتكس اليمين بتبقى جايه من البادي الناحيه الشمال لا هيبقى تاني ريكروس ويروح للسيربيلوم في نفس الناحيه يبقى اللي جاي من اليمين طب اليمين عليا كده هيروح حتى في السيربيلوم اليمين تمام حتى لو عمل كروس هيرجع لريكروس تاني تمام نكمل النهارده ان شاء الله الفسيولوجي اوف سنسوري نيرف سيستم امبارح احنا كنا خدنا الانتدكشن والباث ويز والميكانيكال ريسبتيف سنسيشن والثيرمو ريسبتيف سنسيشنز النهارده هناخد البين سنسيشن يعني ايه بين سنسيشن اصلا؟ لكن البين سنسيشن از ان unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage يعني ايه؟ يعني البين مش مجرد حاجه انت بتحس بيها زي ما كنا بنقول ان الموفمنت انت بتحس بالموفمنت او التمبريتشر انت بتحس بالتمبريتشر لا ده انت هتحس وكمان لازم هيكون معاها ايموشنال اكسبيرينس هتحس ان انت متضايق هتحس ان انت مخنوق هتحس ان انت مش مبسوط بالالم اللي انت حاسس بيه ده كمان غير كده كمان هو مش مجرد احساس هيبقى معاك موتور
ايموشنال ريفلكس. يعني ايه؟ يعني انت هتحس بالالم، هتحس مثلا بحاجه بتقطع في ايدك او بتجرح في ايدك، فهتسحب ايدك، ده كده موتور. بلس ان انت هتحس كمان ان انت متضايق او مخنوق، ده كده ايموشنال ريفلكس او ريسبونس. فالبين مش مجرد سنسيشن وبس، ده كمان لا، ده في ريسبونس منك انت كواحد حسيت بالبين. تمام، ايه الميكانيزم بتاعه الاستيميليشن اوف بين ريسبتور؟ بين ريسبتور موجود عندي هنا، ايه اللي بيشغله عشان يخليني احس بالبين؟ قال لك ان لما بيبتدي يحصل تشو دامج بيطلع منه سبستنس زي ايه؟ زي برادكاينين، زي هيستامين، زي سيروتونين، بوتاسيوم، عاد كل الكلام الموجود ده. المفروض ان السبستنس ديت بتعمل حاجتين، اولا ان هي بتروح للريسبتور وتعمل له ستيميليشن عشان تديه شعور بالبين، وتاني حاجه ان هي بتقلل الثيرشر بتاع البين ريسبتورز الثانيه. يعني لما يبقى عندي كيميكالز ريليز بسبب تشو دامج، يبقى انا هبتدي عندي ابيلتي ان انا احس بالبين اكتر من الاول. وده بيفسر ليه مثلا لما بيبقى المثال اللي هم كاتبينه هنا، لما مثلا جلدي ملتهب بسبب حراره الشمس، اي لمسه للجلد ده هتوجعني، بعكس لما الجلد يبقى سليم. تمام؟ ايه انواع البين؟ نمره واحد سوماتيك. سوماتيك ممكن يبقى كوتينيوس او ديب. كوتينيوس يعني في السكين، ديب في المصر والجوينت. تاني نوع فيسرال، ده بتاع الانترنال اورجانز. وتالت نوع نيورو باثيك، يعني ده بسبب ديزيز في النيرف نفسه او في السنترال نيرفس سيستم، يعني في النيرف نفسه بريفرالي يا اما في السنترال نيرفس سيستم. تمام؟ ايه انواع الريسبتورز بتاعت البين؟ الريسبتور ده ايه انواع؟ في عندنا نمره واحد تايبس اوف ريسبتور، عندي ثلاث انواع، عندي ميكانو سنسيتيف، ده اللي بيديني شعور ان البين اللي عندي على شكل موفمنت من غير ما اروح فيها، زي مثلا الكات في السكين، زي مثلا موفمنت مش للمصل مثلا عكس او اكتر من اللي انت تقدر تستحمله للمصل تون وباور بتاعك. تاني نوع ثيرمو سنسيتيف، ثيرمو سنسيتيف دوت لما بتبقى تمبريتشر يا اما ما بين 0 ل 10، فاكرين امبارح لما قلت الكولد من 10 ل 35، طيب اقل من 10 لحد الصفر هيديك كولد بين. يعني انت ساعه درجه كده بتقل من الساعه، اكتر من 45 هيديك هوت بين، انت حران او في سخونيه درجه كده بتقل من السخونه دي. تمام؟ ثالث نوع بولي مودل. بولي مودل يعني بيديك شعور مختلف عن الاثنين اللي فاتوا دول، بسبب يا اما كيميكال ستيميوليشن بالحاجات دي اللي طلعت من الدش اللي حصل له دامج، يا اما بسبب هاي انتنستي بين شديد قوي من النوعين اللي قبل كده. تمام؟ عشان كده انا بقدر اميز بين درجات البين، لان مش كل ريسبتور ليه الفريشر بتاع بقيه الريسبتور. فلما بيزيد الميكانو سنسيتيف بريشر او الثيرمو سنسيتيفيتي بيبتدي يديك شعور مختلف عن الشعور بتاعهم وهم في الليمتس العادية. تمام؟ هنتكلم عن أول نوع اللي هو سوماتيك بين. تمام؟ سوماتيك بين زي ما قلنا من شوية يا في السكين أو ديب علشان يبقى في المسلز والليجمنتس والتندونز و
وهكذا. تمام؟ لازم نفرق بينهم ان الديب بين اللي هو بتاع المصل بيبقى كولي لوكالايز. يعني ايه؟ يعني انا لو جبتك دلوقتي قلت لك هم دايما خبطتك بابره على جنبك، هتقدر تحدد المكان بتاعها كويس ولا لا؟ تمام؟ مظبوط. لكن انت لما يبقى عندك مثلا كلام في رجلك هتقدر تحدد انهي مصل هي اللي فيها المشكله؟ تمام، حلو قوي. يبقى الديب بين اللي هو بتاع المسلز والتندونز والجوينتس ما تقدرش تحدد مكانه بالظبط. تمام؟ تاني حاجه لازم تعرفها عن الديب بين ان هو بيبقى معاه بارا سمباثيتك ريسبونس. يعني ايه؟ يعني هايبوتنشن، يعني بريديكارديا، يعني نوزيا وهوم. ده فين؟ في الديب بين. تمام؟ نركن بقى الديب بين على جنب كده ونتكلم على الكيوتينيوس بتاع الاسكيل. كيوتينيوس بين. كيوتينيوس بين هنرجع نقسمه تاني لنوعين. نوع فاست ونوع سلو. تمام؟ فاست بين دوت بيبقى شورت ديوريشن زي شكل الدبوس كده، ما بيقعدش كتير. تمام؟ ايه الفايبرز اللي بنتكلم بيها؟ احنا قلنا امبارح ان اي الفا واي بيتا، تمام؟ اي ايبسون وسي. كل ما بنزل كل ما الكوندكشن بتقل السرعه بتاعتها. تمام؟ يبقى لو انا قلت ان هنا سلو عشان ايه؟ نحطهم في مقارنه مع بعض. لو حطيت هنا سلو هنا الفاصل كوندكشن هنا هتبقى ايه؟ ابسلون. وهنا سي فايبرز. تمام؟ يبقى سلو بين ابطا شويه، وده على فكره برضه بطيء مقارنه بالميكانيكال سنتر سنسيشن اللي اتكلمنا عنها امبارح. تمام؟ الفاست بين بيبقى ويل لوكالايزد. تقدر تحمله كويس قوي، شكل الدبوس. تمام؟ بيتنقل عن طريق تراك اسمه نيو سباينو ثلاميك تراكت لحد الكورتكس. تمام؟ في السنسوري كورتكس اللي هي بوست سنترال لايرز. نيجي بقى نبص على النوع الثاني اللي هو سلو بين. سلو بين دوت تمام؟ بيبقى كوتينيوس كوتينيوس ديب اور فيستر. تمام؟ يعني مش شرط ان هو يبقى في السكن. تمام؟ بيتنقل بايه؟ بيتنقل بسي فايبرز عن طريق تراكت اسمه ايه؟ عن طريق تراكت اسمه فاليو سباينو ثلاميك. تمام؟ لونج ديوريشن بيقعدوا وقت اطول وبورلي لوكالايز. يبقى ده اقرب للبين بتاع المصل. تمام؟ نتكلم عن الاسندنت تراكت للثيرمال والبين سنسيشن. امبارح لما خدنا الثيرمال انا قلت لكم هو بيتنقل باللاترال سباينو ثلاميك وما اتكلمناش عنه، وقلنا بكره هناخده مع البين. ايه؟ ذاكرتوا بس التراكتس اللي قلتها امبارح ولا ايه؟ دي كانت طيب مفيش مشكله. نتكلم بقى على اللاترال سباينو ثلاميك تراكت اللي هو بينقل الثيرمال سنسيشن والبين سنسيشن. تمام، قلت لكم امبارح انا ايه ما بعرفش ارسم، فهنكتب الستبس وايه تبصوا على الرسم زي ما هي في الكتاب. ده سباينال بورد جري ماتر ايه. تمام، الفيرست اوردر نيورون اول ستيب فايبر جاي دورسال روت كده في كل ستيب وثابته في كل التراكس. تمام، بس لازم ابقى عارف ان انا عندي نوعين من الفايبرز داخلين، يا اما اي ايبسون يا اما سي فايبرز. دي بتاع نيو سباينو ثلاميك وسي بتاع ال سباينو ثلاميك.
تمام كده مظبوط. فايبرز دي بتوصل لحد الدورسال نيرف روت اللي هو ده تمام. بعد كده السكند اوردر نيورون بيكروس الناحيه الثانيه. امبارح كنا قلنا لازم نفرق بين الحاجات اللي بتعمل كروس على سباينال كورد وحاجات اللي بتعمل كروس على ليفل اوف برين ستيم. هنا الكروس على الليفل اوف سباينال كورد تمام. الفايبرز اللي تبقى شايله سلو بين والثيرمال سنسيشن اللي هي بتاعت الباليو سباينال ثلامك تمام هتفضل ماشيه لحد ما توصل لحته اسمها ريتيكولار فورميشن. تمام مظبوط. يبقى الفايبرز اللي هي بتاعت الباليو سباينال ثلامك اللي هي بتاعت سلو بين ثيرمال سنسيشن هتفضل ماشيه لحد ما توصل فين؟ ريتيكولار فورميشن ده بورت من البرين ستيم تمام. واحد هتروح لحته اسمها انترا لامينال ثلامك نيوكليوي بعدها. دي فين؟ في الثالموس اكيد. تمام هتعرفوا دلوقتي ايه الفايده من التراكت ده معقد شويه بقى ليه شويه ثلامك. يبقى في الثالموس هتروح لحته اسمها انترا لامينال ثلامك نيوكليوي. تمام. اما الفايبرز اللي كانت شايله الفاست بين اللي هي اي ايبسلون اللي هي بتاعت النيو سباينال ثلامك تراك هتروح للنيوكليس اللي قلنا عنها امبارح بتاعت الميكانيكال ريسبتور سنسيشن اللي هي كانت انترا بوسترو لاترال نيوكليس. تمام مظبوط اللي هي موجوده في الثالوس. حد يعرف ليه سلو بين عندها ارتكلر فورميشن؟ لما هناخد قدام عن الارتكلر فورميشن هو بتاع الاروزر ستيت وابقى انا فايق وابقى مصحصح ومسؤول عن الايموشنز وهكذا. السلو بين هو اللي بيبقى معاه ايموشنال ريسبونس فعلشان كده بيعدي في النص على الارتكلر فورميشن علشان يديني شعور ان انا متضايق وان انا مش مبسوط بالالم اللي انا حاسه وهكذا خصوصا لو الالم بيقعد وقت طويل. لو بتاع السلو بين دي لونج ديوريشن تمام. اما الشورت بين اللي هو دي الفاست بين اللي هو دي شورت ديوريشن ده مجرد انا بحس بشكل دبوس مثلا وخلاص الشعور ده بيختفي علشان كده ما بيعديش على التراك في النص ما بيعديش على ستيب في النص بتاعك الارتكلر فورميشن. واضح كده؟ تمام؟ بعد كده بعد ما وصلنا في الاخر للثرمس النيورونز اللي في الانترا لامينا الثرمك نيوكليون اللي هي اللي موجوده هنا هتروح بعد كده تمام مكتوب all part of cerebral cortex all part of cortex. ليه؟ لان انا كنت بقول من شويه ان انا لما كنت بتكلم عن ميكانيكال ريسبتور سنسيشن كنت بروح للسنسوري كورتكس بس البارت السنسوري منها لان ما فيش اي ريسبونس ما فيش اي موتور ريسبونس مني. انما هنا لا ده انا هوصل للكورتكس وابتدي ادي ايموشنز وابتدي ادي موتور ريفلكس وابتدي احاول ان انا اتفادى البين دوت وان انا يبقى في رد فعل عليه. علشان كده لازم الفايبرز بتاعتي تروح لفين؟ لاول بارتس اوف ذا كورتكس تمام؟ اما البارتس اللي بتبقى طالعه من الفنترال كوستال لاترال نيوكليس اوف ذا ثالامس هتروح لل سنسوري كورتكس بس الجزء من الكورتكس المسؤول عن السنسيشن تمام؟ زائد اللي هم البوست سنترال جايروس والانسولار كورتكس بوست سنترال جايروس انسولا او انسولار كورتكس و سنجيوليت جايروس تمام؟ مظبوط؟ هنا بيقول معلومة أخيرة عن التراك دوت إن أنا لما ببقى في البرين ستيم تمام عند المدلة فاكرين امبارح لما قلت إن أنا عندي التراك اللي اسمه فنترال سباينال ثلامك تراك اللي هو كان بتاع ال فنترال سباينال ثلامك تراك اللي هو كان بتاع كرو تاتش وبريشر والتيتش اند تيك تاني تراك خدناه تمام. التراك دوت كان بيأسن على البرين ستيم لما وده كان اسمه فنترال سباين ثلامك اللي انا بتكلم فيه دلوقتي لاترال سباين ثلامك. الاثنين لما هيقابلوا بعض عند البرين ستيم ده كلام الهيستولوجي اكتر. الاثنين لما هيقابلوا بعض هي جوين توجذر هيبقوا مع بعض تمام.
علشان يعملوا لي تراكت اسمه سباينال ليمي ليسكس. تمام؟ ده بيكون لاترال الميديا لمنسكس. الميديا لمنسكس بقى ده اللي كان هو مين؟ لو كان براسيل وكونيت العمودين اللي كانوا ماشيين مع بعض لاترال ليهم. تمام؟ وده بيأكد على نقطه قلتها انا امبارح ان انا ببتدي من تحت لفوق. الاول كان عندي البراسيل بعدين كونيت عملوا لي الميديا لمنسكس بعدين البرين ستيم كمان هيجويند اللاترال السباينال لمنسكس ده. تمام؟ واضح التراكت ولا ما واضحش؟ تمام هو مرسوم في الكتاب طبعا بالاسمنت احسن من كده. في اي مشكله في التراكت بتاعتين؟ التمبريتشر؟ عارفين عرفتوا ليه في خطوه زياده في النص في جزء من الفايبرز ولا؟ تمام؟ الترانسفورميشن ده اللي هو جزء البرين ستيم اللي هو مسؤول عن الانموشن ومسؤول عن الاراوزر وان انت تبقى صاحي وفايق وحاسس بالحركه. نيجي للرياكشنز اوف سوماتيك بين. احنا قلنا ان البين مش مجرد حاجه انت بتحس بيها، انت لازم في رياكشن ورد فعل منك. اولا سوماتيك ريفلكس. سوماتيك ريفلكس يعني ايه؟ يعني زي مثلا withdrawal ريفلكس اللي هو انت حاطط ايدك على كوبايه وكوبايه كانت سخنه اكتر من 45 درجه فمش مجرد ان انت بتحس ان هي سخنه، ده سخنه وانت مش قادر تمسكها وبتقلب تسحبيها. تاني حاجه اوتونوميك افكتس. تمام احنا لما اتكلمنا عن الديب بين بتاع المصل قلنا ان هو بيبقى معاه ايه؟ بيبقى معاه بارا سيمباثيك. تمام؟ اما الكوتينيوس بين هيبقى معاه لا سيمباثيك. سيمباثيك اللي هو ايه؟ هايبرتنشن تاكي كارديا. تمام؟ الا لو كان البين دوت سيفير بين كان شديد قوي ساعتها هيقلب بالعكس هيديني لو بلاد بريشر وبرادي كارديا. تمام؟ وضحت كده؟ تالت ريسبونس عندي ايموشنال افكت. الطفل الصغير اللي بتضربه بيبتدي يعيط. تمام؟ تحس ان هو مش مبسوط. ريست لس لس يعني بحس ان هو مش مرتاح في اللي هو فيه انكزايتي توتر وقلق حاجه مضايقاه حاجه مش مبسوط بسببها. تمام؟ بسبب ايه كل ده؟ بسبب حاجه اسمها limbic system. هنكون ان شاء الله قدام شويه. limbic system ده هو المسؤول عن الايموشنز والاكسبريشن بتاعها في الجسم. تمام؟ اخر حاجه اللي هي التندرنس. الريتيكولار فورميشن ده بتاع الاراوزر يعني بتاع ان انا ابقى فايق او صاحي، لما تاخده قدام السليب سايكل هتعرفوا دول الريتيكولار فورميشن فيها وان في نيورو ترانسميتر تخليك صاحي وفايق ونيورو ترانسميتر تخليك نايم. عشان كده لما يبقى في بين انت طبعا مش هتقدر تنام. تمام؟ ده بتاع الاراوزر. اما الليمبيك سيستم ده بتاع الايموشنز ان انت تعبر عن الايموشنز اللي انت حاسس بيها، يعني انا متضايق فبعيط، يعني انا مبسوط فبضحك، دي بتاعه الليمبيك سيستم. تمام؟ هم مشروحين على فكره قدام بالتفصيل شويه الارتيكولار فورميشن والليمبيك سيستم والفرق. تمام؟ قلنا ان رابع حاجه التندرنس اللي هي هايبر اكتر هي مش سوري هي مش تمام التندرنس اللي هي الهايبر اجيزيا ان انت تبقى حاسس ان البين عندك يعني زي ما نقول قلت لنا فريشر او زادت السنسيتيفيتي بتاعتي للبين، اي خبطه بسيطه بعد كده هتوجعني. تمام؟ ايه سببها على مستوى السكين؟ ايه سبب الكيوتينيوس هايبر اجيزي؟ ايه سبب ان انا لما ببقى في السكين متعور او في حرقان او في اي حاجه اي لمسه بسيطه هتوجعني؟ ليها سبب برايمري. تمام؟ يعني سبب في السكين نفسها وفي سبب سكندري سبب حاجه تانيه بتحصل مع البرايمري ده بيحصل في الحته اللي فيها ريف سكين اللي هي الحته اللي حصل فيها انفلاميشن بسبب التيشو دامج. لما يحصل انفلاميشن يحصل ايه؟ يحصل فازو دايليتيشن
فاوس دايليتيشن ده هو اللي بيديني الريدنس. تمام؟ غير كده بعد ما بيحصل انفلاميشن بيحصل ريليز كيميكالز اللي اتكلمنا عنها من شويه. الكيميكالز دي هنا بتعمل ايه في الريسبتورز؟ بتقلل الفريشر، فاحساسي بالبين هيبقى اقوى. تمام؟ كل ده واضح؟ تاني حاجه اللي هو السكندري هايبر انجيزيا، دي بتحصل في الهيلثي سكين، في مكان لا انا السكين بتاعتي سليمه ما حصلش فيها انفلاميشن، ما حصلش فيها حاجه، الفريشر ما وضعش. امال ايه المشكله؟ المشكله عندي هنا سباينال كورد في الدورسال نيرف روت، هو داخل الفايبرز مش ماشيه كل فايبر كده لوحده بطريقه واضحه، لا ده هم متداخلين مع بعض في بندل كده. تمام؟ فالحته اللي في السكين اللي بتبقى في ما بينها وما بين الموتور اللي طالع من الحته الافكتد بيبقى في بينهم سنترال راديشن، يعني الاثنين سنترالي كده على مستوى السباينال كورد قريبين من بعض، فهيديك احساس بالم في حته سليمه تماما ما حصلش فيها اي حاجه. تمام؟ بيسموها سنترال سنسيتايزيشن. تمام؟ واضحه؟ عرفت سبب سنترال سنسيتايزيشن ايه؟ ان هو الكونفرج على السيم دورسال نيرف روت، نفس المكان هنا زي ما بيجي له النيورون الافكتد زي ما بيجي له نيورون سليم، فهو بيدي في المنطقه السليمه شعور بالالم. تمام؟ واضح كده؟ في اي مشكله؟ اكيد؟ تمام. تاني انا دلوقتي من السكن اللي حصل فيها بين اهي، ودي السكن سليمه ودي سكن سليمه برضه، ودي اللي فيها البين. تمام؟ انا عندي نيورون طالع من هنا رايح للسباينال كورد عشان يعمل تراك شرحناه، بيعدي على حاجه اسمها دورسال نيرف روت او دورسال روت جانجل. تمام؟ احنا قلنا ان النيورون دي مفيش ما بينها باوندز واضحه قوي، مش منفصلين عن بعض بدايتها، لا ده في النص ممكن يكونفرج على نفس الدورسال نيرف روت او الدورسال روت جانجل، فعشان كده بيديني في السكين السليمه شعور بالبين لمجرد ان النيورون اللي طالع من هنا بيعدي على نفس الجانجل اللي بتعدي عليها النيورون اللي جاي من مكان السن. ده كده كان السوماتيك بين بتاع السكين. بعد كده عن النوع اللي بعده اللي هو المصل بين. هنا بيقول لك في الاول ان جسمك مينلي بيبقى في الحاله الطبيعيه بتاعه بيمنع البين بسبب المصلز. ليه؟ لان هو بيمنع الكونتراكشن بتاع سكلت المصل لاكتر من الاكستنت اللي هي تقدر عليه. يعني مثلا واحد جسمه مش رياضي فجسمه هيمنعه ان هو يجري كتير، هيوصل مرحله مش قادر اجري، مش قادر اتحرك، مش قادر دي بسبب ان جسمك بيمنعك من ان انت تحط نفسك في خطر البين. تمام؟ لكن افرض ان الشخص ده عنده مشكله فخليته ان هو يعني بذل مجهود زياده عن اللزوم، او الشخص ده قاوح وابتدى ان هو يحمل المصلز بتاعته اكتر من طاقتها، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اسكيميا. هيحصل اسكيميا ليه؟ سببين، اولا البلاد سبلاي اللي رايح له مش متعود على ان هو بيسبلاي مصل ثقيله او بيدي مجهود كتير، تمام؟ فهتلاقي البلاد سبلاي اللي رايح مش على قد المجهود المبذول. تاني سبب لان المصل لما بتشتغل كتير بتبتدي تعمل كومبريشن على البلاد فيسلز، تمام؟ فتقلل البلاد اللي رايح. طيب وبعدين حصل اسكيميا، ايه المشكله؟ قال لك ان في فاكتور اسمه لويس بي فاكتور او لويس بي سبستنس المصل بتطلعها عماله على البطال. الفاكتور دوت ليه ريسبتورز زي البرادكاينين والكيميكالز اللي قلنا عليها في الاول. الريسبتورز بتاع اللو سبي فاكتور بيديني شعور بالبين، لكن في الحاله الطبيعيه البلد بيجي يقفل الريسبتور او مش يقفل الريسبتور، يجي يغسل اللو سبي فاكتور ده، يعني يعملوا ده يعني يخففوا يقللوا ياخدوا معاه في السيركيوليشن، المهم ان هو بيمنع الريو سبي فاكتور من ان هو يمسك في الريسبتور. تمام؟ لكن في حاله الاسكيميا في المسلز الريو سبي فاكتور هيحصل له اكوميليشن ويوصل لحد الفريشر اللي يديني المسل بين. واضح كده؟ ده بس اللي مكتوب عن المسل بين والميكانيزم بتاعه. كده احنا خلصنا الكيوتينيوس والمسل بين، ندخل على النوع الاهم والاسوأ، مش اسوأ في المذاكره، اسوأ في الشعور بالبين بتاعك.
الفيسرال بين. الفيسرال بين ده بتاع الاورجنز، مش مجرد وجع في سكين بقى، احنا كده بنتكلم في تشو دامج واورجن مش شغال وفانكشن وهكذا. تمام. الفيسرال بين بتتنقل عن طريق سي فايبرز للاورجنز. تمام. ليه؟ لان هي سلو وبتقعد وقت طويل. تمام. قال لك ان في بعض الاورجنز زي مثلا الالفيولاي والليفر والبرين تبقى ان سنسيتيف للبين اصلا. تمام. بغض النظر عن الهيدك، الهيدك ملوش دعوه بالبرين، هناخده قدام. لكن مثلا ضغط المخ، اسكيميا المخ، حد بيحس بيها؟ ما بيحسوش بيها. العواجيز اللي بيجي لهم اسكيميا في المخ هما بيحسوا بيها لما يبتدوا يحصل لهم لوس اوف ميموري وشلل والكلام ده كله، لكن هما ما بيحسوش ان البلاد رايح للبرين قليل. تمام. نفس الكلام بالنسبه للليفر، الشخص اللي بيبقى عنده وظائف كبد مش كويسه، هل هو بيحس بنفسه ولا لما بيعمل تحاليل؟ تمام؟ وضحت كده؟ لكن في حاجه ثانيه، البارايتال لايرز اللي هما ايه؟ اللي هما الممبرين اللي بحوالين الاورجنز، زي ايه؟ زي بلورا، زي بيرينج التونيه اللي في الاستومك، زي البيرينج كارديا بتاع الهارت. هنا السنسيشن بتاع البين بتاعهم بيبقى اكتر من الطبيعي من الاورجنز، عشان كده بيتنقل بفايبرز اللي هي ايه؟ ابسلون. تمام؟ وضحت؟ يبقى انا عندي في النص سي فايبرز من الاورجنز العاديه، في اورجنز البين فيها شبه معدوم او مش موجود تماما، في اورجنز ثانيه اللي هي الممبرينز البين فيها عالي. تمام؟ ايه الكاركترز بتاعت الفيسرال بين؟ ايه مميزاته؟ قال لك اولا ان الترو فيسرال بين اللي هو بيبقى في الاورجن نفسه بيبقى اسمه دال اتشن، دال اتشن وبورلي لوكالايز، يعني ما اقدرش احدد مكانه. تمام؟ ولا اقدر اعرف هو فين، مجرد ان هو يقول لك ايه حاجه بتعصرني في في في, في مثلا في كتفي الشمال وهو وجع في قلبه. تمام. مش عارف ايه مسمع في جنبي، ما اقدرش احدد مكانه، مجرد ان هو ايه زي ما يعني بيوصف الالم لكن ما يقدرش احدد هو فين او جاي بسبب انهي اورجن. تمام. اما اللي بيبقى في البارايتال كفرنج اللي هم البلورا والبريتونيوم والبريكارديوم، لا ده بيبقى ويل لوكالايز. تمام. وسيفير بيبقى اقوى كمان، ان احنا قلنا ان هم سنسيتيف للبين اكتر. تمام. تاني حاجه فيسترال بين بيبقى معاه ايه؟ بيبقى معاه بارا سمباثيتك افكت. تمام. اللي هي تنشن اوف الكارديا والموزيا بومتك والكلام ده. تمام. كان عندي كوتينيوس بين بيديني سمباثيتك، الفيسترال بين بيديني بارا سمباثيتك. تمام. عشان كده اللي بيمسك بطنه ودايف اي مش قادر اقف والكلام ده. تمام. ممكن كمان يبقى معاه كونتراكشن لل انتيريور ابدومينال مصل. تمام. بسبب ان الشخص بسبب ان الجسم بيحاول ان هو يحمي الفيسرال ستراكشرز اللي موجوده في العظم. تمام. تالت حاجة هناخدها بالتفصيل بعد شوية، ان هو often referred to another areas. يعني ايه؟ يعني مثلا لما يبقى البين في الهارت ممكن احس بيه في كيفي بالظبط، ممكن يبقى في الابيجاستريم اللي هي فم المعدة احس بيه في ناحية اليمين وهكذا. تمام؟ ايه الافرنس بتاعة الفيسترال بين؟ بيتنقل بايه؟ الفيسترال بين ما بيبقاش ليه تراكت معين، الفيسترال بين بيبقى ماشي مع الاوتونوميك نيرفس سيستم. تمام؟ انا عندي لو جيت كده وقسمت البادي بالطول، ده ثراسيك لاين على مستوى الثوركس، ده بيلفيك لاين على مستوى البيلفس الحوض. تمام. يعني فوق كده ده النك وقبل الثوركس، وتحت كده دور هيم. الجزء اللي فوق بيتنقل البين بتاعه بالكرينيال بارا سيمباثيتك فايبرز. احنا قلنا ان الباراسمباثيتك كرينيال وساكرال، يبقى فوق الثراسيك لاين الكرينيال باراسمباثيتك،
تحت فيرفت لاين ساكرال بارا سمباثيتك ما بينهم سمباثيتك مظبوط وضحت كده؟ لا ما فيش حاضر احنا قلنا في اول مره خالص انا شرحت فيها ان البارا سمباثيتك نيرفس سيستم ليه كرينيال اوت فلو وليه ساكرال اوت فلو سكر من سبايرال بورد وكرينيال كان من 1973 تمام؟ يبقى البين اللي جاي من اورجنز فوق الثوراسيك لاين والثوركس بيتنقل بالكرينيال بارا سمباثيتك نيرفس البين اللي تحت البيلفيك لاين يعني في السكر في اخر الظهر والتنازل بيتنقل بالسكر بارا سمباثيتك برضه ما بينهم ما بين النقطتين دول كان عندي السمباثيتك اللي هو ثراكو نمبر تمام بيتنقل بالسمباثيتك تمام الاستثناء اللي عندي بعد كده او عشان اديكم امثله على الجرانس بس عشان يبقى الموضوع اوضح شويه يعني مثلا فوق الثراسيك لاين عندي فارينكس عندي تراكيه تمام عندي الابر اسوفيجس كلهم فوق الثراسيك لاين بيتنقلوا بالكرينيال باراسمباثيتك اما اللي تحت البلفيك لاين زي الديستال كول اخر الجي اي تي زي الريكتوم هيتنقل بالساكرال بارا سمباثيتك في نص بقى بينهم عندي ايه؟ عندي ستومك نقل بالسمباثيتك عندي انتستين عندي كدني وهكذا تمام؟ اللي كنا استثنيناهم في النص وقلنا الفرايت لايرز اللي هم البلورا والبروتينيوم والبريكارديوم لا دول البين بتاعهم ما بيتنقلش اوتونوميك فايبرز بيتنقل بسوماتيك تمام احنا هنا بنعملهم معامله السوماتيك بين اللي كنا اتكلمنا عليه من شويه ان هم ايه ابسلون ورابيد و تمام سوماتيك بين سوماتيك نيرفز زي فرينك في حاله البلورا وزي الثراسيك انتركوستال في حاله البريكارديوم تمام وضحت كده يبقى الاورجنز نفسها بتتنقل باوتونوميك فايبرز انما الكفرنج بتاعت الاورجنز ده بالسوماتيك فايبرز تمام؟ انا مش السوماتيك يعني انا بحس يعني لا انا بحس الاثنين السوماتيك دي اللي هي الفايبرز اللي اساسا شغلتها ان هي تحرك مصر انا كان عندي الانتركوستالز بتحرك الانتركوستال مصر وكان عندي الفرينج بيحرك الدايفرام تمام؟ لكن انا هنا هيتحول الفرينج والانتركوستالز ان هما كمان بياخدوا سنسيشن تمام؟ يعني كانت سوماتيك حاجات فلانتري بتاعت مصر اما الاوتونوميك هنا اللي هي بتاعت الباور سمباثيتك والسمباثيتك نيرف سيستم. ايه الكوزس اوف فيسترال بين؟ ايه اللي بيخلي الاورجان بتاعي يديني اساسا شعور بالبين؟ اول كوز spasmodic contraction spasmodic contraction يعني ايه spasmodic contraction؟ يعني انا لو عندي organ hollow hollow يعني مجوف تمام؟ زي ايه؟ زي intestine زي uterus الorgan ده لو حصل له over distension يعني كان مليان على اخره تمام؟ هيعمل ايه؟ هيعمل كومبريشن على البلود فيسلز اللي حواليه، تخيل كده معايا انتستن ومليانه على اخرها خالص وعمال تتك على البلود فيسلز اللي حواليه، فده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي اسكيميا. واحنا قلنا من شويه ليه الاسكيميا بتعمل بين؟ تمام؟ وكمان مش لو هو اوفر ديستندد، لو هو كمان كومبريست او كونتراكتد قافل على نفسه برضه نفس الكلام هيعمل كومبريشن للبلد فيسلز اللي جوه فهيديني اسكيميا تمام؟ ده سبازموديك كونتراكشن شبه كده الكلام بتاع المصري. تاني حاجة اللي هي ثرومبوزس لو شخص عنده جلطة في ارتري رايح بيسبلاي الاورجان دوت هيحصل اسكيميا برضه في الاورجان ده واسكيميا معاها اكومبينيشن للاكتيك اسيد واللاكتيك اسيد ريسبتور يعمل بين ويعمل ثريشن وهكذا. او انفلاميشن
لو حصل انفلاميشن في اورجن زي جاستريك ألسر تمام اللي هي القرحه اللي في المعده هتديني برده فيسرال بين تمام بسبب ايه؟ بسبب الكيميكال اريتيشن اللي حصل جوه وعمل لي البين تمام؟ ممكن بس نوقف دقيقتين تلاته او نكمل بقى الحاجه اسمها الريفيرال بين احنا قلنا من شويه ان الريفيرال بين بيعمل حاجه اسمها الريفيرال بين يعني ايه الريفيرال بين؟ الريفيرال بين يعني مثلا انا يبقى البين عندي او المشكله عندي في اورجان معين زي الهارت بس يديني يبتدي يديني شعور بالبين في حته ابعد من الهارت او في حته مختلفه وبعيد عنه مسافه يعني تمام؟ ليه؟ لان هم ليهم حاجه اسمها سيم ديرماتوما اوريجن تمام؟ ديرماتوما اوريجن يعني ايه؟ يعني ليهم نفس الكونفرج على سبايلر كورد بسبب ان هم امبريولوجيكالي كان عارفين الامبريولوجي اللي خلاه نفس معقوله لما كان بيقول لك انتو كورد وكان جزء بسيط وبعدين ابتدى يكبر وابتدى يديني سبايلر كورد وطالع من الارز والقصه دي يعني المهم ان انتوا تعرفوا ان هو السيم ديرماتوم الاوريجن يعني هما بيكونفرج على نفس المكان في السباينال كورد تمام بسبب ان هما امبريولوجيكالي كانوا متدينين مع بعض او كانوا عباره عن جزء واحد من السباينال كورد معنى كده ان النيرف اللي رايح مثلا الليفت شولدر تمام ليه نفس الاوريجن بتاع النيرف اللي بيدي السنسيشن بتاعت الهارت تمام بدي بقى شويه امثله زي مثلا الهارت او كاردياك بين بيسمع في ليفت شولدر ليه؟ زي ما قلنا كونفرج على سباينال كورد النيرف اللي طالع من هنا هو النيرف اللي طالع من هنا تمام؟ زي مثلا البلي بتاع الاوفري بيرفير في البلايرس زي البلي بتاع التستس بيرفير فين؟ في الابدومين بين بتاع الجول بلادر في الديبيجاستريك والبين بتاع الرينال في البوينت لاين اللي هي منطقه العين. تمام؟ ايه الميكانيزم بقى بتاعتها؟ ميكانيزم زي ما قلنا ان هما ليهم نفس الدرماتوما كولاجين. قال ان الاثنين بيحصل النيرف اللي بيسبلاي الحته اللي فيها البين وبيسبلاي الحته الهيرف اللي حصل فيها الريفير بيبقى جاي من نفس الدرماتوم يعني نفس الديفلوبمنت امبريولوجيكال. تمام؟ فالاثنين بيحصلوا لهم كونفرج في نفس البارت على السباينال كورد فالاثنين هيمشوا مع بعض في السباينال ثلاثة تراك اللي بين البين اللي رايح للبرين ستيم تمام وبعدين الكورتكس فعشان كده هيديك انطباع في مخك ان البين سامع فين في الليفت شولدر مثلا في حاله الكارديك بين لان هم هيمشوا بعد كده في نفس التراك بتاع السباينال ثلاثة تراك تمام تالت نوع عندي من البين واخر نوع اللي هو نيورو باثيك بين نيورو باثيك بين دوت اللي هو بسبب ديزيز في النيرف نفسه او ديزيز بين في السنترال نيرفس سيستم يعني يا اما بريفرالي يا اما سنترالي البين ده ليه كومن كاركترستيك ان هو بيحس البيشنت بينز اند نيدلز في حاجات بتشكشكني او بيحس بنمفنس تمام بيتشين تمام تنميل او كان في حاجه بتقرصه حاجه بتحفر فيه تمام؟ على عكس السوماتيك بين طبعا اللي هو بيقول لك حاجه تقرصني مش عارف سكاكين بتقطع فيا اللي هو اتشي تمام؟ ايه الكوزز اوف نيوروباثيك بين؟ ايه اسبابه؟ اولا بريفرال نيرفس سيستم ممكن يبقى فيه ديزيز يعمل لي بريفرال بيعمل لي بريفرال نيوروباثيك زي ايه؟ زي الدايبيتس مثلا عيان السكر اللي بيحسوا بالتنميل زي مثلا هيربس زوستر انفكشن هيربس زوستر ده نوع من الانفكشن فايرال انفكشن بيعمل لي بريفير نيوروباثي او سايد افكت اوف كيمو ثيرابي العيانين اللي بياخدوا كيمو ثيرابي لعلاج الكانسر مثلا بيبقى عندهم بريفير بيعمل لهم بريفير نيوروباثي تمام او ديزيز بقى في السنترال نيرفس سيستم نفسه بسبب ايه؟ بسبب ستروكس بالضبط او بسبب ليشن في سباينال كورد في حادثه مثلا تمام كل ده هيديني نيوروباثيك بين يعني ملوش اورجان معين هو السبب لا ده المشكله في النيرف نفسه كده احنا خلصنا انواع البين بقى لنا حاجه في البين اللي هي بين كنترول ميكانيزم يعني ايه الحاجات اللي جسمي بيحاول يعملها علشان يتحكم في البين بتاعي
بين كنترول. قال لك ان دلوقتي انا لما هيبتدي يحصل افرنت او باث واي ينقل البين لحد السنترال نيرفس سيستم هيعدي على مرحلتين، هيعدي الاول على السباينال كورد وبعد كده هيطلع فوق علشان يروح للسنترال نيرفس سيستم، تمام؟ ففي في نظريه كده بتقول ان انا ممكن ان الجسم بيستخدم حاجه اسمها جيتنج. جيتنج يعني ايه؟ يعني بوابه، تمام؟ يعني يفتح البوابه للبين او يقفلها، في حاجه بتيجي ممكن تقفل البوابه على البين فالبين ما يوصلش لحد المخ فما يجيش الالم. البوابه دي موجوده فين؟ موجوده على الليفل بتاع سباينال كورد اللي هو اول حته بتستقبل البين، او موجوده على الليفل بتاع السي ان اس، تمام؟ على ليفل سباينال كورد ده زي مثلا الناس بتوع اللي عارفين الليبرسيريه اللي هم بيقعدوا يخرموا والنفس مش عارفين دقه كده لاكيوبانكشر، تمام؟ ده بيستخدموا اللي على هناخد بالتفصيل دلوقتي يعني السباينال كورد كنترول، بس هي بيستخدموا السباينال كورد ليفل علشان يمنعوا البين. اما السي ان اس ده زي مثلا الانالجيزكس العاديه اللي باخدها زي المورفين مثلا، تمام؟ زي الباراسيتامول لو البين خفيف ده بيشتغل على ليفل اوف سي ان اس، انما على ليفل السباينال كورد ده زي الاكيوبانكشر اللي هي الابر السيني، تمام؟ تعال ناخد البين كنترول على السباينال كورد. بين كنترول على ليفل اوف سباينال كورد، تمام؟ دلوقتي برسم رسمه كده. دلوقتي انا عندي هنا ده السي فايبر اللي بيبقى ناقل البين، تمام؟ وصل على مستوى السباينال كورد، تمام؟ الفايبر ده هيبقى مدي ستيميلاتوري امبلس للنيورون اللي بعده عشان يوصل للبرين، وهيبقى مدي انهبيتوري امبلس للنيورون تاني اسمه اي بيتا، واي بيتا تفتكر منها ان هو ايه؟ ان هو ملوش علاقه بالبين سنسيشن، ده موتور نيورون، تمام؟ الموتور نيورون ده في الوقت الطبيعي اللي مفيش فيه بين بيبقى عامل انهبيشن للنيورون اللي ناقل السي ان اس. لما بيجي يحصل البين السي فايبر زي ما هيستيميوليت النيورون اللي رايح السي ان اس زي ما هيوقف النيورون اللي كان موقف النيورون ده، تمام؟ بمعنى ان انا لو انا ما عنديش ده وما عنديش بين هبقى في فوز ستيتمنت اوف بين، هحس ان في بين مع ان مفيش حاجه، ليه؟ لان ده انهبيتوري او اللي بيعمل الكنترول ده اللي بيقفل البوابه اللي كنا بنتكلم عنها من شويه، تمام؟ هيجي ده هيعمل له انهبيشن فهيفتح البوابه فالبين هيتنقل. زي ايه؟ زي مثلا لما يبقى انا عندي حاجه قرصاني وابتدي اهرش فيها وحواليها، انا لما بهرش بعمل ستيميليشن للاي بيتا ده علشان يقفل البوابه وما يعملش، ده نفس برضه فكره عمل الدبر السيني، تمام؟ ده كده ده كل الملخص الحته دي كلها. واضح في اي مشكله فهمتوا الفكره؟ هي بس محتاجين تبصوا على الرسمه الحاجه. يبقى انا دلوقتي لما هيتنقل البين سي فايبر، البين زي ما هيعمل ستيميوليشن للنيورون رايح السي ان اس، زي ما هينهبت النيورون اللي كان عامل انهبيشن النيورون ده، تمام؟ فيجي انا مثلا اعمل موتور ستيميوليشن للنيورون ده عن طريق ان انا اهرش مثلا او احط الحته اللي بتوجعني، هيقوم ده قافل لي البوابه تاني ومانع البين ان هو يوصل. وصلت الحته دي ولا عدت تاني؟ عشان احس ان هي مربوطه شويه. تمام؟ ماشي. بين كنترول بقى على ليفل اوف برين. على مستوى السنترال نيرفس سيستم بعد ما طلعت فوق، بعد ما السباينال كورد وصلني لفوق، هعمل ايه؟ بيقول لك النيورونز بتاعت البرين ستيم بتطلع حاجه اسمها اندورفين. اندورفين على وزن مورفين، يعني ايه؟ انرجيسك وقوي جدا بس طالع من الجسم من جوه مش طالع من بره. ايه الحتت اللي تقدر تطلع الاندورفين ده عشان تعمل انرجيزيا على مستوى السي ان اس؟ عندي الاول حته اسمها بيري ايكوداكتال جري اريا. بيري ايكوداكتال جري اريا موجوده فين؟ في الايكوداكتف سيرفيس اللي هي انتوا خدتوا البرين ستيم صح؟ الايكوداكتف سيرفيس اللي هي الدايره المفتوحه اللي في البرين ستيم مع الفورس ميتريك، تمام؟ على ليفل طبعا اوف ايه؟ اوف البرين والبونز، تمام؟ بتطلع ايه؟ بتطلع حاجه اسمها انكفل. انكفل ده من عائله الاندورفينز اللي بيبتدي يعمل انرجيزيا.
تمام. ايه تاني في البرين بيحاول ان هو يمنع الاثنين؟ راف ماجنس نيوكليوس، دي موجوده فين؟ موجوده في الميدالا. راف ماجنس نيوكليوس في الميدالا، تمام. بتطلع ايه؟ بتطلع سيروتونين. السيروتونين الاول لما كان بيساوي تيشو دامج كان بيديني بين. السيروتونين لما جسمي انا هو اللي هيطلعه من البرين ستيم، لا ده هيعمل لي انالجيزيا ويمنع البين، تمام. تالت حته في الهايبوثالامس، تمام، اسمها بيري فنتريكولار نيوكليوري. بيري فنتريكولار عشان هي حوالين اللاترال فنتريكل، تمام. بتطلع اندورفين اللي هو كبير العيله بتاعت الانالجيزيا في البرين، تمام. طيب الاكشن بتاعهم ايه؟ بينزل نيورون من البريكولاكتر جري اريا، تمام، في ديسندنج باث واي، هيعمل سينابس مع الراف ماجنس اللي في المدلة، يبقى انا من برين نزلت على البون نزلت على المدلة، هيعمل سينابس مع النيوكليوي ديت، في الاخر هينزلوا سيبكم من دي الهايبوثالامس دي فوق من فوق خالص، ده سيبكم. انا بتكلم دلوقتي تحت على مستوى البرين ستيم، تمام. على مستوى البرين ستيم حصل ان البريكولاكتر جري اريا طلع منها نيورون، هيعمل سينابس مع النيورونز اللي في الراف ماجنس نيوكليس، هينزل على مستوى السباينال كورد، هيروح للجيت بتاعتي البوابه اللي كانت هنا، تمام، هيطلع سيروتونين هنا، تمام، هيطلع سيروتونين. السيروتونين دوت هيخلي في السباينال كورد نفسه النيورونز بتاعها هتطلع انكفالين، تمام. يبقى السباينال كورد هنا هيطلع، طلعت له سيروتونين فهو هيرد عليه هيطلع انكفالين، تمام. السيروتونين والانكفالين دول بيعملوا ايه؟ بيمنعوا النيورو ترانسميشن بري سينابتك وبوست سينابتك، يبقى هيقفلوا هنا هيقفلوا هنا، تمام؟ واضحه؟ واضحه؟ هيتاني الايكولوكتر جري اريا هتنزل تحت النيورو بتاعتها تعمل جنكشن مع الراف ماجنس، تمام؟ في البرين ستيم الراف ماجنس هتطلع على الجيت اللي كان في السباينال كول، طلع سيروتونين، السيروتونين ده بيخلي السباينال كول يطلع انكفالين، الكيفالين هيقفل الجيت بوست سينابتك وبري سينابتك فهيمنع النيورو ترانسميشن، تمام، في الفايبرز اللي موجوده هنا كل انواع البين فايبرز اللي هي السي والاي ابسلون كمان اللي هي كانت بتاعت السكيل، تمام. ايه سببها؟ طبعا بسبب ان هو بيقلل دخول الكالسيوم هنا فهيقلل خروج النيورو ترانسميشن النيورو ترانسميتر فهيقلل نفس سيجنال اللي طالع البرين، تمام. ده بري سينابتك يعني قبل السينابس، انا قبل السينابس كنت بطلع نيورو ترانسميتر. طيب بوست سينابتك ايه اللي هيحصل؟ بوست سينابتك بيقلل الليفل اوف بوتاسيوم، انتوا عارفين ان انا بحتاج البوتاسيوم علشان الاكشن بوتنشال بتاعي، لما انا اقلل البوتاسيوم لو مفيش اكشن بوتنشال هيكبر فهيحصل هايبر سوري هو هيزود بوتاسيوم فهيعمل، انا بحتاج البوتاسيوم علشان انهي عشان ارجع الاكشن بتاعي اللي حاطه طبيعي اللي هو ريبولاريزيشن، فانا لو بوتاسيوم كبير هيحصل حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن. هايبر بولاريزيشن يعني بريد بوتنشال بدل ما يبقى ماينس 70 يبقى ماينس 90 مثلا ماينس 100، فهيبقى الاستيميليشن بتاعته محتاجه ثريشولد اعلى، تمام. واضح كده البين كنترول عشان بس دي اكتر حته ملخبطه في الموضوع، في اي مشكله فيها؟ اي نوع بين؟ يعني هو طب هو اي نوع بين يعني كده الجسم بيحاول يعمل الكنترول ده بحيث ان احنا ما نحسش بالبين. ايوه بس في انواع، بس البين لما يبقى الثريشولد بتاعه اعلى من اللي الجسم يقدر عليه، لا الجسم مش هيقدر على كل ده وهبتدي انا احس بالبين واحتاج انرجيزيك من بره، لكن طبعا المفروض ان الفسيولوجيكال كنترول بتاع الجسم بيمنع الانواع البين اللي هي اللي على قد اللي هو معمول، اول ما ابتدي اعدي الليفل ده لا ساعتها محتاج التدخل من انرجيزيك، تمام. ايه اللي بيشغل البين كنترول سيستم؟ ايه اللي بيخلي الدنيا دي كلها تشتغل؟ اول حاجه الكتريكال ستيميليشن، ستيميليشن من ايه؟ من هنا اول حته عندي في الباث واي اللي هي في الكونتاكتور جري اريا، اول ما تحس ان في بين هتبتدي تنادي على المضله وينزلوا يروحوا للجيت ويمنعوا البين ان هو يجي، او لما ابتدي احس بستريس لما جسمي يبقى تحت توتر وضغط نفسي ستريس
هيبتدي ان هو يحاول ان هو يخفي او يمنع البين. تمام؟ اكيو بانكتشر اللي هي الابره السرير. تمام؟ بطريقه عارفينها كويس قوي بيشتغل الابره السريه بيعرفوا يمنعوا البين ترانسميشن في سباينال كورد او رابنج اوف سكين اللي هو الهرش مطرح البين علشان تحاول تقلل. في اي حاجه بخصوص البين مش واضحه ان انا شرحته كله؟ في اي مشكله؟ تمام كده بقى لنا النهارده جزء بسيط اللي هو الهيك. نعم هيك اه مش عارف هيشرحها من المره اللي طيب. تحبوا تشوفوا الباور ادور لكم على الباور بوينت ونزلها هنا؟ سيبني اسيبها المره الجايه ونشرح لك. اصلا محضر الكتاب. تحب ادور على الباور بوينت عندي واسيبها المره الجايه؟ نعم؟ خلاص طيب استنى المره الجايه واشوف اللي في الباور بوينت واعرف ايه اللي عليه ومش عليه. خلاص تمام انا كده خلاص.